يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الاهلي الليله. النهارده حلقه مهمه جدا وخاصه جدا، وخصوصا ان احنا في اخر حلقات هذا البرنامج من عام 2018، عام اكيد كان مليء بالاشياء المفرحه لجمهور النادي الاهلي، وايضا كان في بعض المناسبات الحزينه بالنسبه للاهلاويه وبالنسبه للكره المصريه بشكل عام. لعل ابرز حدث في 2018 وتأهل منتخب مصر لكأس العالم أخيرا بعد غياب 28 سنة. بالتالي النهاردة آخر حلقات الأهلي الليلة، بعد كام ساعة إن شاء الله ندخل في السنة الجديدة سنة 2019، وتكون سنة سعيدة بإذن الله على الكرة المصرية وجماهير الكرة المصرية بشكل عام وجمهور النادي الأهلي بشكل خاص، اللي بنتمنى وبنأمل بشكل كبير جدا في تحقيق العديد من الإنجازات الكبيرة بالنسبة للنادي الأهلي، وبالتحديد كمان مش بس كرة القدم، لا كل الفرق داخل النادي الأهلي، كل الألعاب الرياضية داخل النادي الأهلي. إن شاء الله تكون سنة سعيدة علينا جميعا. النهاردة إن شاء الله هيكون معنا فقرتين مهمين جدا، من خلال أنا هكون متواجد معاكم إن شاء الله في الفقرة الأولى، والفقرة الثانية هتكون مع طبعا زميلي العزيز أكيد كابتن خالد العوضي، اللي هيستضيف كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنسبة للنادي الأهلي، والحديث عن إنجازات النادي الأهلي بالتحديد في النشاط الرياضي. لكن الفقرة الأولى والمهمة جدا 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 هنستضيف فيها الأستاذ الكبير والناقد الرياضي الكبير أستاذ محمود صبري، اللي منورنا ومشرفنا في الاستوديو. أستاذ محمود أهلا بيك. نورنا. كل سنه وانت طيب، ان شاء الله يكون عام سعيد يا رب. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ انا خليك تمام. خلينا في البدايه نروح نشوف تقرير عن انجازات الاهلاويه في 2018. لسه التقرير مش جاهز. طيب اول ما يجهز نروح نشوف تقرير. استاذ محمود، في البدايه عايزين ناخد رؤيتك لعام مضى بالنسبه للنادي الاهلي بالتحديد في 2018، رايك ايه في مسيره النادي الاهلي في هذا العام؟ لا طبعا في البدايه بالنسبه للنادي الاهلي انا شايفه عام حزين من وجهه نظري، يعني حزين. طبعا حزين، لا يعني من وجهه نظري اهم شيء هو كان لفت للنظر هو خساره بطوله افريقيا في ظروف غامضه للعام الثاني على التوالي. ما حدث في بطوله افريقيا هذا العام محتاج بامانه شديده من مجلس اداره النادي الاهلي، اللي انا برضو يعني حزين ايضا على صمته تجاه تجاوز الاتحاد الافريقي ومسؤوليه ضد فريق الكوره الذي بات هدفا لكثير من الجهات للنيل منه بشكل او باخر. لكن في خطوات على فكره من مجلس اداره النادي الاهلي في اتجاه هذا الموضوع. اتمنى يعني انا خطوات حتى الان لم نشهد بها، اتمنى يبقى في خطوات سريعه تم ارسالها الاتحاد الافريقي على فكره مؤخرا، وده يمكن معلومه ممكن النادي الاهلي ما اتكلمش فيها بشكل رسمي، لكن على ارض الواقع يعني خطوات بتحصل من قبل النادي الاهلي في اتجاه استرداد حقوق النادي الاهلي في طبعا الحدث بالتحديد في نهائي دوري ابطال افريقيا امام الترجي. اتفضل استاذ محمود. طبعا خساره بطوله افريقيا ده يعني تلا مباشره خساره النادي البطولتين، يعني السوبر الافريقي ومونديال الانديه، وما ترتب عليها من يعني اضافه للهدف الاكبر والاسمى هو الحفاظ على تواجد الفريق في قائمه الاكثر تتويجا بالاضافه الى كثير من يعني الدعم المادي والادبي والحفاظ على ما تحقق في السنوات الماضيه. خساره بطوله افريقيا انا مش عاوز اقول انه تم بفعل فاعل، لان الرؤيه واضحه للجمهور الاهلي وجمهور الاهلي وجمهور الكره بصفه عامه اسمى في تصرف غريب كان من الاتحاد الافريقي ومش مفهوم من وجهه نظر ايه اللي حصل، انه يبقى في قرارات سريعه جدا ضد يعني ازاره بصوره مفاجاه، على العكس تم مهاجمه اتوبيس الفريق في تونس واصابه احد لاعبي النادي الاهلي وكان شيئا لم يحدث، اتهام مستر باتريس كارترون بالتواطؤ. طبعا امور تم اعدادها بشكل اكثر من رائع، تم حبكها بسيناريو يعني استغل فيه الادب الزائد للمسؤولين في النادي الاهلي للمصري بشكل عام. احنا للاسف عندنا يعني بص في حاجه كده غريبه، لانه لو كان ما حدث لاحد لاعبي فريق الترجي في القاهره ما استعرض اصيب ما كانت قيمه المباراه وما كانت لعبته وكان تم حسم اللقب مبكرا. بالظبط. لكن احنا للاسف احنا طيبين جدا على فكره، بننسى جدا وبنعدي المساله عشان احنا بنلعبها يعني بنلعبها يعني صحيحه وسليمه، فما فيش اللعب اللف والدوران. دول اساتذه متخصصين يعني مكامل الاحترام، وبحييهم على اللي عملوه من طريق البشماوي وانت نازل واحمد احمد كلهم يعني.
ده انا شايف انه ده اهم حدث من وجهه نظر جماهير الاهلي واثر فيها جدا. مش الفوز بالدوري، يعني دوري 2018 كان النادي الاهلي حسمه قبل نهايته بستة اسابيع، لكن الهدف الاساسي كان بطوله افريقيا، ان تعود الى منصه التتويج بعد غياب من 2013 خمس سنوات متتاليه وانت بتاعت كلما تقترب يتم ابعادك. في المغرب حدث وادارها بكاري جسامه رائعه زي ما بيقولوا يعني، والان يعود برضه نفس الشيء. طب الهدف من ابعاد النادي الاهلي عن البطوله دي يا استاذ محمود ايه من وجهه نظرك؟ لا، في احساس لابد من كسر السيطره. كسر السيطرة طبعا، وده هدف لمين؟ هدف لانديه الشمال يعني المغرب وتونس والجزائر، ويمكن واضحه المغرب وتونس، وايضا لمازيمبي. لازم تاخد بالك من مازيمبي، ان مازيمبي جاي وراك. مازيمبي خمس ألقاب. ماشي، خمس ألقاب مع الزمالك. خلاص، لكن مازيمبي تصريحات رئيسه من فتره، من سنه او من سنتين، ان عقودته هو الاهلي، وانه جه الوقت اللي لازم يتم كسر هذه السيطره وكسر هذه الزعامه الواضحه بهذا الاداء اللي كان مميز بالنسبه للفريق الاهلي. خليني اكون في موضع الدفاع بالنسبه للاتحاد الافريقي مثلا، اسال حضرتك سؤال. الزمالك وصل نهائي كاس او دوري ابطال افريقيا في 2015 15 16. تمام، وخسر هذه البطوله. ما هو الزمالك يعني مش عنده سيطره كبيره على البطولات الافريقيه، هو برده خمس القاب. هل برده ده اتجاه من الاتحاد الافريقي لكسر الهيمنه المصريه بشكل عام، ولا قصدك النادي الاهلي؟ نادي الزمالك خسر فنيا في جنوب افريقيا امام صن داونز، يعني نتيجه 3-0 كانت نتيجه كبيره جدا، صعب جدا تعوضها مع فريق وصل لقمه مستواه. والزمالك كان بيتحسس طريقه انه بيسترد، عاوز يسترد مكانه، لكن لم تكن امكانياته وقدراته تؤهله لايه؟ للوصول هدف. كان هدف واحد كفيل للزمالك في مباراه الذهاب انه ممكن يفوز. يعني انا عاوز اقول لك ايه؟ مش عاوز اقول تخطيط، لكن الذكاء في التعامل وسرعه القرار واتخاذ قرار بحدث حكم المباراه ما طردش ازاره على الواقعه. تيجي انت تعمل قرار من الخارج بصوره غريبه جدا وتستغل فيها، وسريع جدا، وسريع جدا، وتوجه الاتهامات وتضع الفرقه تحت ضغط وتعمل كل الارتباك ده، والاتوبيس بتاع الفريق ولاعيب اساسي في الفرقه يصاب ويسال دمه، وانت بتتفرج وتقول لجنه الانضباط ولجنه اللي هتجتمع، ولا كانه حد سال، ولا تم اتخاذ اي قرار. احنا يعني للدرجات الامور يعني اصبحت بالنسبه لنا شايف انه ده كان اكثر حدث مهم يعني ايه كان له اثر سلبي على جماهير الاهلي في الموسم المنقضي، لانه ترتب عليه يعني توابع ثانيه، منها كمان الخروج من البطوله العربيه. بالظبط، لان انت تاثرت نفسيا خلاص يعني. حجم في يعني مش عايز اقول ايه، في سوء حظ كمان في تكرار، عندك 11 اصابه يعني 11 لاعب مصابين هم التشكيله الاساسيه للفريق، يعني في ضغط واقع بصوره او باخرى. لكن هل ده مبرر؟ كان مبرر لانه الاهلي يخسر بطوله افريقيا؟ لم يكن مبرر من وجهه نظري. انا كنت اتمنى طبعا انه لعيبه الاهلي يستخدموا الروح السلبيه اللي تم التعامل معاها ان هم يكون شكلهم في الملعب افضل من كده. طب المبرر من وجهه نظرك ايه؟ قبل ما نشوف المبرر من وجهه نظر حضرتك في خساره النادي الاهلي لبطوله دوري ابطال افريقيا، خلينا ناخد خبر عاجل وهو خاص بعقوبات ماليه على النادي الاهلي وفريق الداخليه بعد المباراه. طبعا الاجريت مؤخرا انتهت بالتعادل الايجابي 2-2. قررت لجنه المسابقات بالاتحاد المصري لكره القدم في اجتماعها اليوم توقيع غرامه ماليه على النادي الاهلي قيمتها 30,000 جنيه. منها 20,000 لما بدر من جمهوره من سلوك غير رياضي ضد حكم مباراة فريقه أمام الداخلية، و10,000 للاعتراض على الحكم في المباراة نفسها. كما قررت اللجنة توقيع غرامة مالية على نادي الداخلية قيمتها 15,000 جنيه، منها 10,000 بسبب قذف الكرات داخل الملعب، ويمكن كان في تواطؤ شوية في هذه الجزئية بتحديده، أول مرة نشوفها في الملاعب المصرية. وكمان 5,000 جنيه لتسريب أعداد زائدة من العدد المسموح بتواجده في المباراة. ده كان خبر عاجل برضو كنا لازم ناخده بخصوص مباراة الأهلي والداخلية السابقة. اتفضل يا أستاذ محمود. الأسباب إنه هذه الظروف اللي تم وضع فيها طبعا فرقة النادي الأهلي، طبعا
عاوز اقول انه اغلب العناصر عناصر الشباب واغلبهم اول مره يوصلوا لل يعني مش عاوز اقول اول مره يوصلوا للمباراه النهائيه. العناصر كانت موجود في النهائي امام الوداد اغلبها كان غايب عن المباراه عناصر الخبره يعني خد من علي معلول اجاييه عندك كمان تخسرت كمان كده كده عبد الله سعيد احمد فتحي عدت دي كلها موجوده في الملعب بيبقى دافع فطبعا الظرف والاجواء اللي تم فيها النهائي مش اجواء كوره لكن في فرق يبقى عندها القدره ودي كانت احد مميزات الاهلي انه بيستطيع ان يحول هذه الروح السلبيه الى روح ايجابيه بالنسبه له بالظبط انها بتنقلب الى روح في ارض الملعب الاهلي فنيا في ارض الملعب لم يكن حاضر بالصوره ما كانش موجود في المباراه ده دي خلاصه الامر يعني مش عاوز اقول تعرضنا لضغوط وخسرنا وتم توجيه ضربات ممنهجه معنويه للفريق كان يجب على الجهاز الفني انه يستطيع ان يخرج الفريق من هذه الضربات مش إيجابي. لكن انت خسرت ابرز مهاجم عندك بالظبط كان المفروض البدايل في ظل طبعا اصابات كثيره جدا يعني ايه عاوز اقول ايه ما تمش الاعداد النفسي بالصوره المطلوبه من وجهه نظري والضغط على الفريق تم بصوره يعني شايفها كان ذكيه جدا والمباراه تم لعبها من القاهره تاني بعد ساعتين من نهايتها بالظبط دي حاجه يعني مش لعبه في لا اتلعبت من هنا لدليل قرارات سريعه لا وتم ادارتها بذكاء شديد جدا وشارك فيها افراد وعناصر مصريين يعني يدعون الانتماء للاهلي بالظبط خلاص ده ابرز حدث في يعني ده انا وجهه نظري انه ده حدث كان من الاحداث اللي هي من وجهه نظري صعب على جمهور الاهلي انه يخسر بطوله افريقيا ما وصلش الاهلي مرتين في تاريخه للبطوله وخسرهم ورا بعض يعني يخسر قصه واحده بيفوز الثاني ما حدث في بطوله افريقيا السنه دي يتوجب على اداره الاهلي ومجلس اداره الاهلي انه يعيد ترتيب اوراق ويعيد ترتيب غير فرقه الكوره على المستوى لا ترتيب اوراق وترتيب ادواته في التعامل مع الاتحاد الافريقي الاتحاد الافريقي الان يتم تغييره بصوره واضحه الميل واضح ناحيه تونس والمغرب الميل واضح وسيطره واضحه جدا في ظل صمت غير مفهوم من هنا بريده غير مفهوم على الاطلاق طب ماذا عليهم ان يفعلوا سواء الاتحاد المصري لكره القدم او النادي الاهلي مثلا انا من وجهه نظري كنت اتمنى يبقى في قرارات سريعه اتحاد الكوره في تقديم مذكره اعتراض واضحه على ما حدث اتاخر شويه يعني حتى لو كان الاهلي خسر البطوله كان يبقى في قرارات ردود واستفهامات موقف من الاهلي فرقه مش قليل الاهلي اكثر فريق فاز بالبطوله والاهلي هو الاكثر بالزبط. وعمل شكل الكره الافريقيه في مونديال الانديه ما وصلش للفاينل زي ما زيمبي بعد كده او على الصعيد او الرجاء او كده لكن برضه هو الفريق اللي اخذ الاول خطوات انه خد ثالث العالم ثم غاب فترات متكرره دي ابعدته ونوع مع اعتزال الجيل الذهبي ليه وبدايه اي فرقه في العالم بتمر بمرحله طريقه التعامل مع اتحاد افريقيا فتح قنوات اتصال ما ينفعش الانغلاق على نفسك وترك الساحه لاخرين يتصدرون المشهد وانت في حاله صمت صمتك لن يفيد لابد ان يكون هناك تفاهم وسرعه في التعامل ومعرفه الاسباب الحقيقيه لهذا التغير يعني هل الكره بقت كده دلوقتي هي لازم يكون ليها علاقات الكره لا تلعب في المستطيل الاخضر فقط ونحن نعلم ان الكره ايضا تلعب خارج المستطيل الاخضر للاسف فعلى مجلس اداره النادي الاهلي ان يعي جيدا عليه ان يلعب خارج المستطيل الاخضر قبل ان يلعب فريقه داخل المستطيل الاخضر. طيب بالنسبه لداخل المستطيل الاخضر هل شايف ان النادي الاهلي خد خطوات ايجابيه في تكوين فريق قوي من خلال شهر يناير والتعاقدات اللي سمعناها مؤخرا والتعاقدات كمان اللي جايه في السكه؟ بص انا يعني شايف طبعا مجلس اداره مقدر الضغوط اللي عليه جمهور منتظر فريق بس عاوز اقول للجمهور الضغط بهذه الصورة وانه لابد ننجز البحث عن اللاعب الذي يملك عصا سحرية ليحول الاهلي الى فريق عالم امر ليس بالسهل ليس طبعا. يعني لن ياتي بين عشية وضحاها طبعا وتجربة مانويل مع بناء فرقة الذهبية للاهلي من يناير 2004 ثم اصبح الفريق متسيد لم ما جاش في ست شهور قعد ست شهور وخسر خرج من بطولة افريقيا من الدور الاول وبعد كده يعني لما تم اكتمال البناء كانت بدايه الانطلاقه من 2005 موسم ذهبي 2006 خساره النهائي في 2007 وعوده للعالميه في 2008 تالق في 2009 فاللي انا عايز اقول لن تعد تملك ابو تريكه وبركات وعماد متعب انت ما زلت تبحث صعب يعوضوا اللاعبين تبحث كمان هناك دخلاء على السوق الرياضي في مصر الان هناك منافسين شرسين
كل الهدف، والهدف واضح هو كسر عزيمة هذا الكيان بصورة أو بأخرى. حتى لو ادعوا حب، من الداعي من يقول أنه يحب كيان سواء الأهلي أو الزمالك ثم يحارب هذا الشك، هو لا يحب، هو يحب نفسه فقط. ثانيا قلة المواهب، نضبة المواهب في الملاعب المصرية بشكل واضح جدا. إذن في هذه الحالة عليك أن يكون أن تمتلك يعني خطط بديلة وتسير بخطط قصيرة لتدعيم فريقك للوقوف مع البحث عن مواهب في مختلف الأماكن وبسرعة، وتكوين كيان فني مهتم بالبناء من تحت. من تحت. آه طبعا، لأنه إن دلوقتي مثلا النادي الأهلي دعم، مع كامل احترامي، دعم النادي الأهلي الخط الأمامي ونسي أهم جزئتين عنه. خط الدفاع في مشكلة واضحة محتاجة إلى سرعة لتدعيم على الأقل باثنين لعيبة. أيضا عندك مشكلة في وسط الملعب واضحة، يعني إصابات متكررة. خط الدفاع محتاج اثنين لعيبة مش حتى لعيب واحد؟ لا ده يعني هنقول، ما أنا بقول لك خد لعيب واحد دلوقتي، لكن المرحلة الثانية قدامنا يبقى عندك البحث عن واحد ثاني. أنت جبت مجموعة من العناصر الشباب، هياخدوا فرصة إمتى؟ لازم تديهم ثقة في مباريات، لازم تجهزهم، وده الكلام ده يتقال اكيد في الرؤيه لمارتن لاسارتي. في المقابل ما انا بكلم انا بس بص انا بكلم بقول لك ايه، وانت بتدي بالظبط بتجيب عنصر خبره، خلي تاخد معاه واحد شاب في ماتشات تعده فيها تجهز. تمام. واقول لك كان بيتم الكلام ده مين بتوصل، كان بعد الاهلي يبقى عنده فرقتين جاهزين على دكه البدلاء، فرقه بتلعب وفرقه الثانيه اي لعيب يبقى جاهز بنفس السيستم. نص الملعب عندك مشكله، انت ما زال الاهلي بيدور على بديل. يعني الاهلي ليه النهارده 3 سنين مش لاقي بديل حسام عاشور. طيب اعتزل حسام غالي، كلام كله منصب على انه ممكن محمد محمود يكون اضافه في الجزئيه دي. طب لكن ماشي، اين بديل حسام عاشور؟ في الدوري. طب ما كانش في الدوري، قطاع الناشئين اللي بتصرف عليه الملايين دي ما يطلعش لعيب، ما يطلعش اثنين. طب بس خليها برضه، ما انا بكلمك اهو، ما ثواني. انت محمد محمود ده كام سنه؟ ده مواليد 97. صغير محمد، 20 سنه تقريبا. 97 20 او 21. انت هنا بتبقى محتاج يا امير اللقطات دي اللي تمت، انك انت جبت العناصر الشباب دي من انديه انديه استثماريه وبتبحث وبتلمع وبتدي فرصه لانه ما عندهاش ضغط وما عندهاش البطوله، كل ده الكلام ده جميل جدا. وهي دي الكوره، وهو ده الفرق الكبيره ما عندهاش وقت تدي. لكن انت طول عمر كان الاهلي بيدي فجاه كده يدي لك، يروح مطلع لك واحد واثنين 17 18 سنه تكتشف يلعب وسط الكبار يتعلم. انت محتاج تيجي تقف. طيب استاذ محمود، هل جمهور النادي الاهلي يقدر يتحمل انتظار لاعب علشان يتالق مع النادي الاهلي لو حتى هو من نتاج قطاع ناشئين؟ ده شك بتكلم فيه مع حضرتك. الشك الثاني، لو احنا بصينا على قوام فريق النادي الاهلي في الفتره الحاليه، هتلاقي في عدد كبير جدا من نتاج قطاع ناشئين في النادي الاهلي. وابتدينا بحراسه المرمى، شريف اكرامي، محمد الشناوي، خط الدفاع سعد سمير، محمد هاني، ايمن اشرف، دول برده لاعبين من قطاع ناشئين. في نص الملعب حسام عاشور من قطاع الناشئين في النادي الاهلي، ايضا مؤمن زكريا، عدد كبير جدا من اللاعبين متواجدين في النادي الاهلي، هشام محمد، برضو دول نتاج قطاع الناشئين في النادي الاهلي. لكن الفرق ايه؟ الفرق ان دول كانوا متواجدين في انديه ثانيه في النادي الاهلي، انتظر عليهم فتره كبيره. لا، احنا بنتكلم على مع المرحله الحاليه. كل اللي انت قلت عليهم دول قطاع الناشئين في النادي الاهلي، وطلعوا بره وخدوا خبرات ورجعوا ثاني. ماشي. منهم ناس مع كامل احترامي لا يتناسب وجودهم مع المرحله دي، المرحله صعبه جدا. مرحله بتحتاج بناء شخصيه. تمام. بناء شخصيه الاهلي، انت لازم يعني طول عمر الاهلي بيدور في في في, في لما كان بيتعاقد مع لاعب بيبقى حاطط عنده سيستم ماشي عليه. عارف ايه السيستم؟ كان دايما الاداره الفنيه للاهلي يقول لك واحد لاعب دولي. يعني لازم يكون لاعب منتخب. بالظبط. شخصيته تتناسب مع تركيبه الفريق ولا لا؟ الواد لعب تحت ضغوط. ثانيا لاعب ما بيلعبش مركز واحد، بيجود اللعب في مركز واثنين وثلاثه. وتبقى في عناصر كتير في الاهلي فيها الطبيعه دي، عشان دي مباريات وفرق وبيبقى في عندك ضغط. الكلام ده المفروض ده بناء اساسي في تكوين فريق بحجم الاهلي بطل. انا بتكلم على اللحظه الحاليه، مش بقول قطاع ان انا بقول لك ايه، المفروض يبقى في جيل وقت انك انت سيستمك يبقى مرتبط ارتباط تام بالفريق الاول. في عندك فرقه اسمها 20 سنه
او 19 سنه. 19 دي لازم تكون الممول، يعني لازم تكون تابعه للمدير الفني، يبص عليها في الاسبوع ولو مره. انت كيف الحاله دي؟ ايه دي مهمه ايه؟ ورابط مع نفس البنية. وتتمرن في الجزيره مش تتمرن في المدينه. كان بيتمرنوا كده في الجزيره وبشوفهم الراجل دايما. يعني عاوز اقول لك ايه، لازم تعمل ماتشاتهم في الجزيره عشان الراجل يتفرج عليهم. تمام. وكان دايما، واللي نجحوا في التجربه دي، وبكرر كلامه وبعيده قلته قبل كده، الالمان كانوا اساتذه في صناعه البديل. طيب. من ايام هولمان وتسوبل كان دايما يبقى عندك في صف تاني جاهز، في صف تاني جاهز. طب احنا بنتكلم في مرحله تعتبر مستقبليه بالنسبه للنادي الاهلي، وما يتطلب من نادي الاهلي ومجلس ادارته في هذا الحوار الصريح جدا بصراحه مع استاذ محمود صبري الناقد الرياضي الكبير. لكن في البدايه قبل ما نتكلم في المستقبل، خلينا نروح نشوف اهم انجازات الاهلاويه في عام 2018، نرجع نستكمل هذا الحوار شيق. كتير الرائع ده، انجازات عديده للنادي الاهلي على مستوى الالعاب الجماعيه والالعاب الفرديه. ان شاء الله نتمنى المزيد والمزيد من الانجازات بالنسبه للنادي الاهلي في العام الجديد عام 2019. والكل متشوق بامانه يعني لانجازات فريق الكره بالتحديد اللي غابت عنه فتره طويله جدا طول دوري ابطال افريقيا. الهدف الاساسي والاسمى واللي بيشتغل عليه دلوقتي مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب وكمان الجهاز الفني الحالي واللاعبين كله، طبعا هدفه الاساسي ان شاء الله هذا العام النادي الاهلي يقدر يحصد هذا اللقب الغالي والضال عنده لاعب بطولات النادي الاهلي لفترات كبيره. استاذ محمود، كنا بنتكلم عن مستقبل النادي الاهلي والفتره الجايه ايه المفروض يحصل بالنسبه للنادي الاهلي عشان ان شاء الله نشوف القاب كتير بالنسبه للفريق او بالنسبه للنادي ككل في 2019. ايه المطلوب من النادي؟ لا، ما هو زي ما احنا اتكلمنا ونعرج بقى على نكمل كلام على الكلام. فرقه الكوره طبعا هي الاساس، لكن ده ما نقدرش يعني نتجاهل انجازات الالعاب الاخرى، لان هم برضو عندهم طموحات ومكملين. ومع فرقه الكوره خد فرقه اليد برضو، أكيد. يعني فرقه اليد برضو محتاجه برضو وقفه مع التراجع وخسارتها في بطوله افريقيا، وفي خطوات تم اتخاذها مؤخرا. يعني مدير فني اجنبي جديد، اعتقد برضو من الالعاب اللي محتاجه برضو وقفه في من جانب مجلس اداره. يمكن فرقه السله خدت الدوري المرتبط لسه الاسبوع اللي فات، ده خطوه كويسه. الطايره لسه طبعا الدوري. فرقه الكوره ده عنوان الاهلي. ده العنوان. طبعا الاهلي هو فرقه الكوره. يعني الاهلي مش نادي اجتماعي، لا، الاهلي هو فرقه كوره القدم بتاريخها الكبير ده كله. هي الواجهه الخاصه هي الواجهه الحقيقيه. يعني فعاوز اقول لك انه محتاجه شغل. محتاجه شغل. الظروف صعبه. الظروف صعبه. انت لم تعد وحيدا في الساحه. خلاص هناك شركاء. شركاء متداخلون. هدفهم بمختلف الطرق. هدفهم مش هم ليسوا منشغلين بانفسهم، هم منشغلين بيك انت. منشغلين بالنادي الاهلي. طبعا. بصوره او باخرى. ومش بتفكر ازاي ينجح. هو بيفكر ازاي النادي الاهلي يفشل. ازاي افشلك؟ ازاي احطك تحت ضغط واصدر لك المشاكل؟ هو ده. والكلام ده يتحط تحتيه كثير من الخطوط، مش الحمراء والزرقاء والصفراء والكلام ده، لا. ده خطوط ويدرس. الهدف واضح وبين. طب ازاي يتم التعامل مع البطل؟ وبيتم بسلاسه كده وبمساعدات، يعني مش عاوز اقول لك اخرين موجودين في الصوره، ومجزر عارف واللي حوالين عارف والناس عارفه. فمحتاج انك انت مزيد من الشغل ومزيد من العمل من جانب اداره النادي، مجلس الاداره بصفه عامه. كمان القائمين على الكوره لازم يعرفوا حجم المسؤوليه اللي بتقع عليهم، وتغذيه الروح اللي هي كانت الميزه الوحيده لفرقه الاهلي، والمفروض الناس تبقى عارفه كده انها المفروض تستمر، هي روح الفريق من جوه. يعني يقول لك ايه، ده احنا جبنا هات بس تملكته روح الفانله الحمراء. روح الفانله الحمراء اللي هي ايه؟ أنك لا تقبل أن تكون صاحب مركز تاني. بالظبط. مركز تاني ده بالنسبة لك زي أي شيء. اتعودت أن المركز الأول المركز الأولاني في رقم واحد. بس لازم نعرف في الكلام ده أنه الرياضة مكسب وخسارة. يعني عشان ما يبقاش في تطرف في المشاعر. لا، في فرق أقوى منك وفي ناس يعني عندها الإمكانيات وبتخسر مرة واتنين. لكن كيف تستطيع أن تخرج من الخسارة قوي؟ بالظبط. كيف ان تتعلم من خسارتك؟ راجع اللي حصل في البطولتين اللي فاتوا في افريقيا. انت لما تخسر بقول لحضرتك راجع انت في البطوله اللي فاتت في 2017 خسرتها عشان خسرت البطوله هنا في استاد برج العرب. بالظبط. خلاص التعادل
واحد واحد ماشي، وتم الاستهانة بفريق الوداد بعد الفوز الكبير الخادع على النجم الساحلي 6-2. 6-2 دي كانت فعلا سيئا على الفريق الاهلي، مع ان هي المفروض كانت تبقى دافع. ما انا بكلمك ليه بقى، ادت يعني حفزت المنافس اللي جاي لك، حفزت المنافس اللي جاي لك، واحدثت عندك نوع من الهدوء انك انت خلاص 6-2 الماتش كده خلاص 3-4. هل النادي الاهلي ساعه مباراه الوداد او عفوا بعد مباراه النجم الساحلي لما كسبنا 6-2 الجهاز الفني بالتحديد اتعامل غلط؟ لو تفتكر، لو تفتكر لا حصل كأن وقتها الفريق خد البطوله، يعني الفوز ده انا بقول لك كان فاهم انك انت خلاص طلعت من بره المود ودخلت في بطوله كده خلاص الماتش اللي جاي ده انا مخلص 6-2 خايف وبتاع وانا اخلص، لكن ده جالك وايه وتعامل معاك وبختك وانت ما عرفتش تخلص. لما رحت في ملعبه اتفضل بعد مباراه 6-2 يعني عدد كبير جدا من الجهاز الفني ومن اللاعبين طلعوا في الاعلام، انا بقول لك انا بكلم وانا بقول لك ايه، كانت هناك مبالغه زائده في الفرحه، كانت هناك ايه مبالغه هنا كان يتوجب على هنا في اللحظه اللي كان يتم الغلق على الفريق. انا حضرت واقعه في 2001 كنت مرافق من خلال الجورنال بتاعي مسافر فريق الاهلي في اول مره بعد الاهلي في 2001 استرد دوري ابطال افريقيا بعد غياب 14 سنه بالظبط في اول ولايه لمستر مانويل جوزيه. كانت بطوله من البطولات الصعبه جدا طبعا، تم الاطاحه فيها في الدور قبل النهائي بترجي بهدف سيد عاقب سيد عاقب يعني هدف تاريخي، هدف تاريخي لا يتوقع، يعني كان قبل نهايه المباراه بحوالي 4-5 دقائق وكان كواليس هدف ده رائعه ماشي. لما انتهت مباراة الذهاب مع سان داونز في ملعبه 1-1 وكنا في رمضان ودخلت ودخل الفريق جوه وحبوا يعملوا حفلة، مانويل جوزيه هنا وضع حدا تدخل انفعل، لا انفعل وقال ان البطولة ما انتهتش لسه في مباراة عودة في القاهرة، وكان يعني كان عنيف جدا حتى لا يتم اعتبار ان المباراة انتهت. سابهم شوية لكن دخل بوش مختلف تاني خالص ان المباراه ما انتهتش وان عندنا مباراه عون. خدعنا يعني عاوز اقول ايه، خدع لاعب الاهلي وجهازهم الفني بنتيجه 6-2. فكان نتيجتها ما حصل في مباراه الوداد لما يتم الاستعداد النفسي ليها بصوره سهلة، فريق الوداد جه جاهز جدا مركز على في المباراه وباغت وكان عنده التوفيق حليف والاهلي اضاع في مباراه الوداد في اول ربع ساعه لا يقل عن 3 اهداف بالظبط بالظبط بخلاف الهدف اللي كان جه احمد الشيخ ووليد ازارو والكلام ده. بعد ما حصل الكلام تراجع الاداء نسبيا، وفي المغرب كان الهدف واضح والمباراه كانت متحزمه وهدف هيجي وتخلص الدنيا، وهو ما تم بكره الجزاء ما كانش لو انت قعدت مننا 100 سنه كنتش هتاخد منه حاجه، لو ضربه جزاء يعني لو انت عملت له محضر برضه مش هيحسبها خصوصا مش في اجواء ملعب الملك محمد. انت اللي منحت انت اللي منحت بايديك الكاس للوداد في المرتين ولا المره بس بتاعت الوداد؟ في المره الثانيه في بتاعه الترجي طبعا مع اختلاف الظروف ان عندك اصابات كتيره جدا ما اقدرش اتجاهلها اثرت على الفريق، لكن المباراه بدات من هنا من القاهره زي ما انا قلت لك وتم الاعداد ليها بسرعه جدا وتم وضعك تحت ضغط. انت مع قله الخبرات والعناصر الموجوده عندك لم تتحمل ولم يتم التعاطي مع الموضوع. ثانيا حالات الضغط النفسي اتعرض لها اللعيبه هناك بصوره اخرى اصابتهم اربكتهم اصابه هشام محمد اصابت الجميع بالرعب. كان يتوجب زي ما احنا قلنا حصل نوع من الحاجات دي بتبقى غريبه علينا احنا مش مستعدين لها بالظبط. الحركات دي المفهومه يعني بتتعمل الشمال اساتذه فيها بيعرفوا ينفذوها كويس جدا عندهم خبرات كبيره عندهم خبرات كبيره جدا فيهم ما اقدرش الوم عليهم، هم حققوا يعني مصلحتهم بالهدف اللي هم شافوه وساعدهم من الداخل معروف يعني بصوره باخرى للجميع ما حدث، لكن كان بامكان لعيبه الاهلي ان هم يقلبوا الطاوله على الجميع، لكن هي دي كره القدم. خسر الاهلي 3-0 خسر فنيا داخل ارض الملعب، فريق ما كانش حاضر واضح التاثر بشكل كبير جدا، المدير الفني انا ببدو انه ما امتلكش الادوات اللي يستطيع ان هو يغير بيها يعني احداث ومجريات المباراه، لكن يحتاج منك انك انت ما تدعش الامور تمر، يحتاج وقف زي ما بقول لك وخط وتدرس الاسباب. علاقتك مع الاتحاد الافريقي واللي حصل ما يمرش مر الكرام، محتاج منك وقفه وتشوف الاخطاء فين اللي وقعت. فرقه الكوره محتاجه تدعيم، محتاجه تدعيم، الظروف صعبه والظروف صعبه، والبناء يتم بصوره ليه هدف. انا بيتم بناء لفتره نهايه الموسم
وعندي هدف بعد كده جاي ايه. ما يتمش مساله انك انت تقعد تجيب لعيبه، لا شوف مشاكلك فين وعالجها مؤقتا لغايه ما تجد ضالتك في اللي انت عايزه. واللي انت عايزه مش هيجي دلوقتي، جيل اللي فات وانتهى ده هياخد على 10 سنين عشان 15 سنه كمان عشان تلقى حد طالع. بصفه عامه مصر بتعاني حاليا من المواهب، من ندره واضحه وندوب معين المواهب فيها. وده نتيجه رغم كل الكلام الهيصه اللي بتتقال على انتشار الاكاديميات والمدارس، الا انه الحصيله والمحصله ضعيفه. ليه؟ لانه مفيش هدف ليها. مفيش هدف ليها، الكلام التركيز على اماكن معينه، لكن انت ما رحتش وما اديتش فرصه، ما سهلتش المساله لملاعب لانه اللي هيبقى نجم كوره ما يمتلكش انه يدفع فلوس عشان يوصل للكلام ده. النهارده بيتم تخريب اجيال كامله انك تقول لي تعال ادفع عشان تلعب. ما انا لو املك ان انا ادفع عشان العب يبقى انا مش محتاجها. بالظبط. لان الموهبه، اي لعيب موهبه انت تشوفه بعينك هتجيبه، ده تاخده ده تعالى وتداريه كده وتخبيه عن العين. دول بقى قليلين جدا. انت محتاج تطوير على مستوى مدرب، عاوز مدرب بعينه يعرف ازاي يبص ويجيب. محتاج اداره وصراعة قرارات. محتاج شغل وهدف. ان قطاع الناشئين مثلا في نادي بحجم الاهلي ليس المطلوب منه انه يحقق بطولات بقدر المطلوب منه انه يقدم لفريق بحجم الاهلي 3 إلى 4 لاعبين في السنه. بالظبط. يكونوا دعم للفريق الاول. هو ده الهدف وهو ده النجاح لاي قطاع ناشئين في الدنيا. انك تقدم لاعب واثنين وثلاثه، لكن تكديس الدواليب بالكؤوس والحاصل والنتيجه، ما فيش البطولات اللي هي الاعلى والبطولات اللي هي الهدف الاسمى. بتبقى مشكله وتاثر على فريق بحجم الاهلي، لانه المفروض كفى ابتعادا للاهلي عن دوري ابطال افريقيا. بطولته وانا وجهه نظري بطولته المفضله، بطولات يحتاج الاهلي فعلا الان يعود بقوه، ويعود بقوه من خلال يعني الدعم من خلال مجلس اداره اللي هو سايب بشكل او باخر خطوات يعني الى حد ما جيده، لكن محتاجه برضه تدعيم في نص الملعب، محتاج تدعيم ايضا خطوات محتاجه استكمال طبعا. بالظبط ان شاء الله، وده اللي هيحصل خلال المرحله الهامه المقبله بالنسبه للنادي الاهلي واللي بيستعد من خلالها طبعا للمنافسه بشكل قوي على بطوله دوري ابطال افريقيا هذا الموسم، واللي هيكون طبعا في فتره وجيزه جدا في بدايه من الشهر القادم او بدايه من شهر يناير حتى اخر شهر 5 أو 6 هتنتهي بطوله دوري ابطال افريقيا، فبالتالي استعداد على قدم وساق بالنسبه للنادي الاهلي. طب خلينا نروح نشوف تقرير سريع عن امنيات اعضاء النادي الاهلي لعام 2019 ونرجع مره ثانيه. أقول لجمهور النادي كل سنة وانتم طيبين، وإحنا طبعا سنة جديدة إن شاء الله تبقى مختلفة عن السنة اللي فاتت وتبقى يعني مفرحة لجمهور النادي الأهلي. كل سنة هم طيبين وبألف صحة وخير يا رب، والنادي الأهلي كده يفضل نمرة واحد في النوادي كلها بإذن الله. كل سنة وانتم طيبين، ورسالة لجمهور النادي الأهلي إنه كل سنة هو طيب وإن شاء الله يبقى يحقق كل أمنياته بإذن الله، وربنا يكرمنا إن شاء الله بإذن الله. طبعا أنا سعيد إن أنا بنتمي للنادي الأهلي، وإن شاء الله سنة جديدة عليهم، وبنتمنى إن النادي الأهلي يكون في أحسن حال وفي أفضل حال السنة الجديدة. كل سنة وانتم طيبين، وسنة تكون جديدة وسعيدة علينا إن شاء الله، وربنا يوفقنا ويقدم الخير للنادي الأهلي ولمصر كلها جميعا ولأسرتي خصوصا. كل سنة وانت طيب وفي تقدم، ونشوف انتصارات كبيرة في جميع الألعاب، ويرب كده الخطيب ان شاء الله يعود لنا بالسلامة. اقول لجمهور النادي الاهلي كل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله كده بعود الايام وتكون سنة سعيدة عليكم جميعا. اقول انتوا شرفتونا كتير جدا جدا، وبنحترمكم جدا جدا، والنادي الاهلي ده فوق الجميع فعلا. يعني انا واحد من اعضاء الاهلي وجمهور الاهلي من زمان قوي، بقول لهم خليهم ورا فرقة النادي الاهلي، فرقة الكرة بالذات يعني، وإن شاء الله اللي جاي أحسن وأحسن، وكون 2019 عام البطولات الخمسة اللي الأهلي هيشترك فيهم بإذن الله. بنهني جمهور الأهلي بالسنة الحلوة الجديدة، كل سنة وانتم طيبين جميعا، وبنتمنى للنادي الأهلي دايما من تقدم إلى تقدم، وبحيي جمهور النادي الأهلي اللي بيحافظ على النادي الأهلي، وأطلب منهم في كل المباريات اللي بيحضروها انتبهوا للدخلاء. والله أتمنى للجمهور أن يسعد بنجاح أو بفوز النادي الأهلي بالبطولة السنة دي. أمنيتي أشوف طبعا النادي بتاعي أحسن نادي في القرن كله، مش عايزة هو ده،
وولادي ربنا يكرمهم والناس كلها ومصر تكون بخير ان شاء الله باذن الله. والله امنيتي شخصيا ان ربنا يديم علينا الستر والصحه، ان كل البلد كلها تبقى احلى بلد، والنادي الاهلي يبقى احسن نادي، وعايزاه يتقدم ما يرجعش لورا، ويبقى الدنيا حلوه وكل حاجه تتظبط في النادي الاهلي، الشعب كله ينسعد كده باخبار تسعده وتريح باله شويه، ان احنا نكون كويسين ونحب نادينا وكل واحد فينا يقدم حاجة للنادي العظيم ده، لأن ده كيان والكيان عمره ما بيضيع. أمنيتي التوفيق من عند الله بإذن الله. كل اللي كان نفسه حاجة في 2018 ما تحققتش، يا رب تتحقق في 2019. كل اللي بيسعى لحاجة إن هي تكون achievement أكتر، نجاحات أكتر، بلان للنادي، بلان للفريق، للألعاب اللي موجودة في النادي on process لتحقيقها، يا رب تتحقق في 2019. ربنا يصلح حال الدنيا والدنيا توسع كده ويبقى خير إن شاء الله. السلام، الهدوء في مصر، ويعني وزيادة الرخاء شوية والاستثمار والدنيا تمشي كده. مامتي وبابايا يفضلوا معايا طول عمري. مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان في هذا الحوار الشيق والممتع مع أستاذ محمود صبري رئيس القسم الرياضي بالأهرام. لكن في البداية خلينا أقول لكم خبر كده عن اتحاد الكرة النهاردة، وقرار طلع كده عقدت لجنتا المسابقات والحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا تنسيقيا اليوم، تم خلاله الاتفاق على إرسال التعليمات التالية للأندية المشاركة في بطولة الدوري هذا الموسم. على فكرة احنا في نص الموسم تقريبا يعني. ماشي، أول قرار إنهاء عملية الإحماء والدخول لغرف خلع ملابس قبل الموعد المحدد لبداية المباراة ب 20 دقيقة، تمام؟ القرار الثاني التواجد أمام غرف خلع الملابس استعدادا لنزول أرضية الملعب قبل موعد بداية المباراة ب 7 دقائق لإجراء المراسم. القرار الثالث التأكيد على أن فترة الراحة بين شوطين المباراة لا تزيد عن 15 دقيقة، إحنا عندنا هنا تقريبا بنقعد ثلث ساعة تقريبا. يتم مضاعفة العقوبات في حالة عدم تنفيذ هذه التعليمات. استاذ محمود، القرارات دي كانت المفروض تتاخد قبل بدايه اي مسابقه ولا بتتقال كده في نص الموسم عشان الناس تاخد بالها يعني؟ مع احترامنا الشديد طبعا لكل الناس. كل سنه وانت طيب بقى. كل سنه وانت طيب. هو ده اتحاد الكوره. ايه المنظومه هتقعد كده مش هتتغير طول عمرها. مسابقه حسب المزاج والهوى، حسب ما صحيت النهارده بدري اخد قرار ان انا ايه حاجه مضايقاني وحد قال لي حاجه فاعملها. لا طبعا عاوز اقول لك انه زي قرار ايه مباراه الاهلي وبيراميدز بدون جمهور. طب ليه يا ريس؟ ايه السبب؟ ايه الحكمه يعني في الموضوع يعني؟ مش معنى. طب وليه دلوقتي؟ ما بيطلعش كمان في حاجه ثانيه، وممنوع الصحفيين يدخلوا الا عضو اعضاء النقابه، وتجيب جواب واثبات انك انت عضو في النقابه. ايه ده يعني؟ يعني عاوز اقول لك ايه؟ حاجات غريبة. بعد كده ما تكلمنيش بقى على تنظيم كأس أمم بالظبط. طيب هنروح لحتة تنظيم كأس الأمم. خلينا في البداية نتكلم عن صفقات النادي الأهلي. عايز أبتدي برمضان صبحي. النادي الأهلي أبرم بعض الصفقات، حوالي 4 صفقات حتى الآن، ولسه في إن شاء الله صفقات أخرى. نبتدي برمضان صبحي، تقييم حضرتك لهذه الصفقة ومدى استفادة النادي الأهلي من رمضان صبحي خلال المرحلة الهامة المقبلة. اللي هيستفيد مش الأهلي، اللي هيستفيد رمضان صبحي. رمضان صبحي هو اللي هيستفيد، ده إنقاذ لي. انقاذ لي قبل انطلاق كاس الامم الافريقيه. من وجهه نظري يعني رمضان غايب من فتره وبتعرض يعني ايه عايز اقول، طبعا احترافه في اصعب دوريات يعني العالم. اوروبا، الدوري الانجليزي. لما اجي اقارنه وهو في السن الصغير ده واقول هو بدا ازاي ومحمد صلاح بدا ازاي. محمد صلاح بدا البدايه الصحيحه، بداية من تحت، بناء صح يعني. دوري سويسري، دوري مش مصنف، مش مصنف. اوروبا يعتبر يعني. قعد 5 سنين او 6 على ما اعتقد، 5 سنين. لا اقل قليلا، حوالي 4 سنين. يعني. فعمل كام دوري معاهم، تعلم ازاي، خد الاجواء واكتسبها. عاش مرحلة نضج فيها بالشكل الواضح، راح انجلترا فشل، لم يوفق مع مورينيو، رجع على فرنتينا. راح فرنتينا، فرنتينا الايطالي، استرد تألق. تنشق العبيد زي ما بيقولوا، نجح. كسر الدنيا في روما. صح؟ صح. خلاص؟ رمضان ظلم في قرار الاحتراف ده. بدايه مع
ستوك سيتي صعبة جدا. انت جاي 20 سنة جاي مع كورة ما فيهاش عواطف. 19 سنة طبعا 18 يعني لا يعني عاوزة شغل. فعودته بعد الظروف دي انقاذ لي وعليه نفسه هو يبرهن لنفسه انه كل الكلام. وبقول له هتتعرض لحجم كبير جدا من الشائعات انك انت خلصت كوره وبطلت كوره مع الشريك لازمه لا يعني زي عين عارف عيني بالزبط. ايه فين الصفقات بتدفعوا بعد كده جابوا الصفقات بتدفعوا كتير قوي على فكره على فكره اللي بيقولوا كده اللي بيقولوا فين الصفقات وبيقولوا هدفهم نقعوا الاهلي هم ده عاملين بيقولوا احنا بنحب الاهلي لا انتوا ما بتحبوش الاهلي انت بتقول لا يستحق انت ده مش دورك يا سيدي ده مش دورك انت دورك حاجه واحد بتشجع الاهلي شجعه بالظبط رايك على عيني وعلى راسي من وجهه نظر لكن انت في ظروف وللي معلش هرجعكم التاريخ شويه كده الاهلي جه فتره قعد خسران الدوري 91 92 92 93 ودخل في 93 94 وتاكن حسام حسن ورم حسن بره في سويسرا ومش عارف مين قاعد الاهلي مش عاوز اقول ضغوط كبيره جدا لغايه ما رجعهم كان الفرقه بتمر بمرحله انتقاليه وبيدوروا على نجوم كان نفس المرحله دي في نضوب كان وقتها فتره في اجيال بتيجي كده جيل يطلع وجيل يتالق يا امير فانت دلوقتي جاي رجعت رمضان صبحي يتم الحفاظ على رمضان صبحي ودعم معنويا واسترداد الثقه فيه عشان يرجع ويكون يا اما الهدف انه تعالى وخلاص وخلصنا ولا لا محتاجه يعني عمليه عاوز اقول لك ايه محتاجه ايه محتاج صبر رمضان نفسه لازم يؤمن بقدراته انه لا لسه هو لسه ما لعبش الكوره بالظبط لسه صغير الاهلي رجعه عشان يحافظ عليه وعشان يرجعه تاني عشان في كاس امم افريقيه جايه عشان في بطوله افريقيا عشان في دوري فلازم يبذل جهد ويأكد ان هو ما زال هو رمضان صبحي وده اللي احنا هنشوفه ان شاء الله من خلال رمضان صبحي في الست شهور حتى الان ليه مع النادي الاهلي اللي هيكونوا في القادم ان شاء الله واكيد هيكون في استفاده فنيه كبيره جدا كمان للنادي الاهلي زي ما هيستفيد رمضان صبحي هيستفيد النادي الاهلي استفاده فنيه كبيره جدا هنروح نشوف التقرير ده مع رمضان صبحي وطموحاته مع النادي الاهلي خلال الفتره المقبله ونرجع نتكلم في الاستفاده الفنيه للنادي الاهلي مع استاذ محمود صبري من رمضان صبحي نروح نشوف التقرير ونرجع مره ثانيه طبعا المفاوضات اعتقد بدات من شهر 11 الناس قعدنا نتكلم اتكلمنا في شهر 11 وبعد كده جه بقى من اول 12 او اول 10 ايام في 12 ابتدينا بقى نتكلم مع النادي هناك اول واحد كلمني في النادي الاهلي كنت بتكلم انا وكابتن حسام غالي وكابتن فضل طبعا هم بصراحه عملوا مجهود كبير يعني في الموضوع ده وبعد كده جه بقى يعني كل الناس بلا استثناء اتكلمت معاهم وهم اتكلموا معايا فبشكرهم على ده طبعا لا طبعا النادي الاهلي بيتي في اي وقت اللي هو لما اول ما النادي الاهلي كلمني انا ما اتاخرتش يعني ده بيتي انا شايف ان انا ما عملتش حاجه زياده يعني لا طبعا الناس ما كانتش موافقه بس طبعا رغبتي هي اللي كانت الفيصل في الموضوع يعني فرغبتي مع النادي الاهلي برضو واقف في حاجات فالحمد لله الدنيا مشيت كويس لا والله انا يعني طلعت اتكلمت ونقلت رغبتي وكان في كذا حته تاني بس نقلت رغبتي اللي انا عايز ارجع النادي الاهلي تاني و بس لكن بيبقى في عوامل تانية بقى فيعني الحمد لله احنا قدرنا ان احنا نعمل ده واهم حاجه اللي انا هنا موجود دلوقتي كان في كذا حته بس انا فضلت طبعا النادي الاهلي ف كنت شايف ان النادي الاهلي طبعا لما يحتاجني انا مش هتاخر وكنت شايف ان ده احسن حاجه بالنسبه لي لا طبعا انا شايف ان التوقيت تمام انا مش شايف المرحله دلوقتي صعبه احنا عندنا دوري بطوله افريقيا لسه بدري قوي عليهم فنركز فانا مش شايف ان الدنيا صعبه خالص ان شاء الله نعمل حاجه كويسه نقدر زي ما كنا على طول اي بطوله بنخشها بنحارب عليها عشان ناخدها فده اللي احنا هنعمله الفتره اللي جايه لا طبعا اهميه اولاد النادي الاهلي في الاوقات دي هي اللي بتبان مع الشخصيات اللي موجوده في النادي الاهلي طول عمرها طبعا معروفه ان انت ممكن لو انت في حته في كبوه او حاجه فالناس بتعرف تطلع ازاي منها فده اللي هنشتغل عليه الفتره اللي جايه لا يعني كافيه ليا انا ولا كافيه لمين هو ممكن انا ست شهور عشان بس النادي هناك وان الاهلي هنا اتفقوا على كده بس احنا في ممكن سنه بموافقه الطرفين فالموضوع لسه هيبقى ماشي ان شاء الله بس خلينا الاول نركز في موضوع ست شهور لا طبعا احب اقول للجمهور اللي كان نفسه فتره اطول هو ممكن في سنه بموافقه الطرفين فان شاء الله بس نعدي الست شهور دي وبعد كده كل حاجه تبقى كويسه لا انا جاهز انا كنت هناك بتمرن بشكل مستمر واخر ماتش لعبه من اسبوعين تقريبا
فلا انا جاهز، وبس طبعا رؤيه بقى الجهاز الفني هي اللي هتفصل الموضوع ده. اه كنت متابع. لا مفيش تغييرات، ما طبعا يعني في لعيبه بتعتذر وفي لعيبه بتمشي وفي لعيبه بتيجي، فهو ده يعني ده حال الدنيا يعني، في ناس بتروح وناس بتيجي فده طبيعي يعني. طبعا مجلس الجناح دلوقتي لو في ناس كتير قوي دي حاجه كويسه وحاجه في مصلحه الفريق ومصلحه النادي الاهلي اللي يبقى فيه كذا حد، فشايف المنافسه تبقى منافسه شريفه زي ما كانت طول عمرها يعني كده. فاهم حاجه ان الناس كلها تتمرن كويس وتجتهد عشان نوصل للهدف اللي احنا عايزينه. لا طبعا جهاز فني النهارده الراجل اتكلم معانا بشكل كويس، ان شاء الله اللعيبه اللي جايه واللي موجوده في النادي مع الجهاز الجديد نقدر نعمل حاجه كويسه، واحنا يعني عارفين الهدف ايه وان شاء الله نوصل له في الاخر ان شاء الله ان شاء الله. بس انا يعني بكلم اللي احنا ناخد بس المرحله دي الاول 6 شهور وبعد كده كل حاجه هتمشي كويس ان شاء الله. لا طبعا منافسه صعبه، بس احنا اهم حاجه نركز احنا كلعيبه ونركز كجهاز فني، نتمرن كويس نعمل اللي علينا نبقى عارفين الهدف ايه. بس طبعا المنافسه مش سهله، بس ان شاء الله لعيبه الاهلي دايما بيبقوا قدها. لا خالص ما عنديش اي قلق خالص على النادي الاهلي، اكيد اكيد في الدوري بتفقد نقاط فده امر طبيعي يعني، اهم حاجه اللي انت تكمله وتاخد كل ماتش اللي انت عايز 3 نقط بتوقف فده الهدف. لا ما فيش طبعا القرعه بتاعه بطوله افريقيا انا شايفها متوازنه يعني، ان شاء الله احنا بخبرات لعيبه النادي الاهلي واسم النادي الاهلي نقدر نعمل حاجه ونصعد للدور اللي بعد كده. اكيد اكيد كل الناس دلوقتي نفسها ان احنا ناخد بطوله افريقيا واللعيبه ده هدفها، فاحنا ان شاء الله هنعمل الاقصى ما عندنا عشان نرجع البطوله تاني. انا عارف طبعا البطوله بقى لها كتير ما دخلتش النادي الاهلي، بس ان شاء الله نحاول نرجعها تاني. لا ما فيش، انا شايف الاهلي في مستويات طبيعي يعني، انا شايف مش عشان ماتش ولا ماتشين الناس وقعت او بطوله او بطولتين فالناس بتتكلم. لا ايه المشكله لما يجي انت يبقى ماتش مثلا في حد مش كويس او حاجه، ما ده طبيعي يعني. اهم حاجه انت بتبص بعد كده بتقلب الصفحه وبتبص بعد كده اللي انت عايز تبقى احسن وتاخد كل ماتش بماتش. بس دي حاجه كويسه طبعا اللي فيه خبرات في النادي الاهلي وكباتن النادي الاهلي وفي ناس صغيره وفي ناس لسه جايه، فانا شايف الميكس ده هيبقى كويس قوي، الناس كلها هيبقى في ترابط، هيبقى زي ما قلت لك اهم حاجه نبقى احنا كمجموعه واحده نتمرن كويس ونعمل اللي علينا، فبالتالي الهدف اللي احنا شايفينه هنوصل له يعني نتمنى ان شاء الله، نتمنى كل الصفقات اللي جت ويعني وانا اولهم ان شاء الله نعمل اضافه قويه للنادي الاهلي مع الناس اللي موجوده. طبعا الناس اللي موجوده كانت بتادي بشكل كويس، فان شاء الله مع بعض نقدر نعمل حاجه كويسه. انا شايف ان احنا عندنا عدد لعيبه كويس، اللعيبه كلها المستويات متقاربه، يعني شايف ان احنا انا عارف ان في ماتشات كتير الفتره دي، بس شايف عدد اللعيبه هيبقى كافي ان احنا البطولتين بتوع الدوري وافريقيا، حتى لو في زياده في الماتشات شويه بس حاسس ان احنا ممكن نقدر ان احنا نلعب عادي مفيش مشكله. اكيد طبعا انت فاضل، انت الدور الاولاني لسه ما خلصش تقريبا، فانت لا لسه طبعا لسه بدري طبعا. لا انت عارف الدوري الانجليزي بتلعب في احسن دوري في العالم، فاستفدت حاجات كتير طبعا. ف اهم حاجه انا دلوقتي في النادي الاهلي بيتي، فاهم حاجه اركز معاه وربنا يكرمنا الفتره اللي جايه. لا مفيش طبعا، انا بقى جمهور النادي الاهلي ان شاء الله الواحد هيبذل اقصى جهد عنده ان شاء الله. عايزين احنا في بطوله الدوري وبطوله افريقيا انتوا عارفين او ما عارفين طبعا ان احنا اي بطوله من ندخلها بنبقى عايزين ناخدها، فده اللي احنا هنركز عليه الفتره ديت، اوعدهم ان محدش هيبخل بحاجه خالص وانا اولهم ان شاء الله. يعني واسم النادي الاهلي دايما يفضل مرفوع فوق، وان شاء الله نعمل حاجه كويسه الفتره اللي جايه. لا ما فيش والله، هو موضوع الاحتراف هو يعني جه زي اللي انا طبعا اي واحد كان بيبقى نفسه يحترف وكل حاجه، بس فجت لي الخطوه وجت لي في دوري قوي، بس فكنت حابب ان انا يعني اخوض التجربه. بس طبعا في الاول وفي الاخر النادي الاهلي بيتي، والنادي الاهلي انا اتربيت فيه بقالي 12 سنه وفي نادي الاهلي انا عندي 7 سنين، فاكيد كل الكلام ده الناس عارفاه، بس هي تجربه وكان نفسي اروح واي حد كان نفسه يحترف بس، فانا ده اللي انا عملته. فكان هم يعني لو حد زعلان بقول لهم ما يزعلوش خالص عشان انا اديني رجعت بيتي اهو، وان شاء الله نعمل حاجه كويسه يعني ان شاء الله. طبعا بشكل كبير طبعا، بس انا مش جاي النادي الاهلي اللي انا اخد خطوه عشان النادي الاهلي، لا خالص انا جاي النادي الاهلي مركز معايا انا، يعني انا جاي مركز مش نفسي طبعا بعد كده فيما بعد اللي انا اطلع تاني واحترف ويبقى برضو واحد من النادي الاهلي احترف بره تاني، بس كل اللي انا بركز فيه دلوقتي البطولات اللي احنا فيها الواحد يبسل اقصى حاجه عنده عشان ناخدها، بس ده كل اللي بفكر فيه دلوقتي. طبعا كلمه للجمهور احب اقول لهم اللي هم يبقوا واقفين في ظهرنا زي ما هم دايما واقفين في ظهرنا، اللعيبه دي لما بتلعب عشان الجمهور يبقى مبسوط وبناخد بطولات وبنلعب عشان خاطر الجمهور النادي الاهلي الكبير، دي حاجه يعني ما بقاش في صالفه. ان شاء الله الفتره الجايه يبقوا واقفين في ظهرنا زي ما هم واقفين في ظهرنا دايما، وتبقى خير علينا ان شاء الله، واي بطوله ندخل فيها زي ما الاهلي عودنا اللي احنا بناخدها ان شاء الله.
طيب ده كان تقرير خاص برمضان صبحي لاعب النادي الأهلي القديم الجديد اللي إن شاء الله يكون ليه إضافة قوية جدا وبصمة مهمة في مشوار النادي الأهلي خلال المرحلة القصيرة المقبلة، سواء بطولة الدوري، بطولة كاس مصر، والأهم كمان بطولة دوري أبطال أفريقيا. أستاذ محمود صبري، إيه اللي ممكن يضيفه رمضان صبحي أو لاعب بحجم وقيمة رمضان صبحي ومهاراته وإمكانياته كمان البدنية، إيه اللي ممكن يضيفه للمستوى الفني بالنسبة للنادي الأهلي المرحلة الجاية؟ لا يضيف طبعا من العناصر الأساسية في رمضان صبحي ده، أول هو وبامبو هم اللي خلصوا الدوري 2014 مباراة الزمالك تفتكر طبعا يعني من العناصر كانوا يعني تم اكتشافه وتقديمه الكابتن فتحي مبروك بالظبط، وكانت مغامره ناس اتفاجئت. فلا يستطيع انه يقدم، يعني هو لو قال نفذ الكلام اللي هو قاله في التقرير المعروض ده اقول لك انه رمضان صبحي رجع، لكن هو طبعا رجع من تجربه مش سهله، فهيتعرض وهتتعرض لضغوط كبيره جدا في الفتره دي. هو محتاج مسانده من اللي حواليه ومن الجهاز ومن الجمهور، وهو لازم يؤمن بقدراته ان هو ما خسرش حاجه. يعني انه خد تجربه وما وفقش فيها وما حصلش، لسه صغير 21 سنه لسه يعني، فالفرصه قدامه انك انت ممكن ترجع تاني وترجع من باب اكبر من كده بالظبط، بس انت عايز ايه؟ فده محتاج انه يشتغل على نفسه ويرتب اولوياته ويركز كويس جدا ان هو يعمل حاجه، ويعمل حاجه دي محتاجه بقى تدريب كتير وشغل كتير. واعتقد ان المدير الفني مارتن لاسارتي كل المقدمات بتقول ان هو من المدربين اللي هو بيكتشفوا يعني بيقدموا حسب السيره الذاتيه اللي اتقالت. اتمنى ذلك، اتمنى يكون زي ما اتقال عنه ان هو يعني في وضع بيضع ايديه على المواهب وبيعرف يلمحها وبيقدمها بالصوره هي الافضل. فرمضان من العناصر المهمه جدا للاهلي، من العناصر تدي دفعه قويه جدا في الاهلي، من العناصر بتشكل ضغوط نفسيه على اي فرقه اخرى مهما كان حجمها، لانه لعيب يمتلك مهارات عاليه جدا. بس زي ما انا اقول وبكرر كلامي، محتاج مسانده، محتاج وقفه، محتاج انه يراجع الثقه في نفسه اكتر، هيكون لي دور كبير جدا في دفع الاهلي للامام ان شاء الله. بخلاف رمضان صبحي، النادي الاهلي نجح في التعاقد مع بعض اللاعبين، سواء جيرالدو طبعا اللاعب الانجولي من اصل برازيلي واحد اللاعبين يعتبر المميزين اكيد، وشفناه مع فريق اول اغسطس في بطوله دوري ابطال افريقيا السابقه، محمد محمود ومحمود وحيد. تقييمك لبقيه صفقات النادي الاهلي حتى الان بخلاف رمضان صبحي؟ ما نقدرش نقيم غير لما نشوفهم مع الفريق، يعني هم تعاقد الاهلي معاهم في حد ذاته تقييم على انه الاداره الفنيه في النادي الاهلي شافت ان هم يكونوا عناصر مفيده لفرقه الكره في المستقبل في الايام الجايه. كل الرهانات بتقول على جيرالدو زي ما شفناه في دوري ابطال افريقيا، ومحمد محمود زي ما انا قلت لك في البدايه انه الناس شايفه فيه انه حسام غالي من جديد. امبارح كنت متواجد في النادي الاهلي اتفرجت على التمرين، بصراحه استاذ محمود لعيب يعني محمد محمود لعيب مميز جدا جدا في اول مره ليه مع النادي. كلام كويس، اهم حاجه كل بس عايز اقول لك الحاجه، كل الكلام ده اللي هيتشاف في شغل بيتم في ارض الملعب، في ضغط، في شد، في جري، في كل ده، لانه ايه، مش عاوزين نقول انه في لعيبه بتبقى في التمرين 10 10 وفي الملعب بتدور عليها ما تلاقيهاش، مش عاوز اسمع الكلام ده، لكن هو الولد عنده قدرات ماشي. يعني ازاي بقى الشغل بقى في الملعب ده، شغل بقى مدير فني هيشوف مفيد للفرقه فين ويحطه فين ويجيبه فين ويعمل ايه ويحركه ازاي الكلام ده. التعاقد مع باك ليفت محمود وحيد اتمنى يكون صفقه مفيده للفريق ان شاء الله، لانه بامانه شديده المقاصه اصبح شيء يعني من الانديه اللي هي المميله لانديه القمه بالزبط. يعني بتقدم لعيبه لكن محتاجه وقفه فنيا من الناس اللي بتتابع، انه ولا عنصر من العناصر اللي قدمها المقاصة من وجهه نظري وانا يعني كمتابع دخل منتخب، يعني ما قدمش باستثناء حتى حسين الشحات رغم كل الضجه المصارعه حواليه وتعلقه مع ناديين، لم يثبت نفسه مع المنتخب الوطني حتى الان. يعني ممكن لسه هاخد فرصه مع خفير اجيري اهو، لسه هشوف فرصه، لكن محتاج انك انت محتاج كثير من العمل، لانه في خلاص اختيارات مثلا منتخب تبقى تركيزها كله على المحترفين. طيب انت ما لاحظتش انه عدد المحترفين بتاعنا بيقل فعلا بعد ما كان ابتدى يزيد الساده في اتحاد الكوره واللجنه الفنيه والقائمين واخدين بالهم من الكلام ده؟ ها الانديه والفلوس اللي بتضخ دي والكلام ده
في بطولة غالبتها بدون جمهور ومكسبها المادية قليلة جدا، ما فيش يعني لو بطل مش هياخد يعني الإنجاز اللي هنا في أمير محتاج هنا سيستم. أنت هنا أنت فاقد للسيستم، محتاج تغيير. فلما أجي أتكلم وأقول على الصفقات الأهلي شاف دول هم الأفضل، هيقدمهم المدير الفني إمتى ويشتغلوا إمتى مع الفرقة، هو ده الشكل اللي لأنك أنت كمان فرقة الأهلي في الفترة اللي فاتت دي تعاقدت مع حوالي من 7 إلى 8 عناصر من عناصر الشباب اللي هم مواليد 97 بالظبط، دي حقيقة 97 و98 في أندية مختلفة. طيب الجمهور هيشوفهم إمتى؟ صح؟ هو ده السؤال، هو ده السؤال. وهيشوفهم إزاي؟ هو ده السؤال. وهيتقدموا إزاي؟ أعتقد إنه لازم تروح رابط ما بين فرقة 20 سنة مع الفريق الأول وتبقى 20 سنة تحت عين، وده اعتقد اللي بيحصل دلوقتي. الكابتن عادل عبد الرحمن المدير الفني للفريق 20 سنه من النادي الاهلي، في تنسيق كامل ما بينه وما بين طبعا الجهاز الفني الفريق الاول لكره القدم من النادي، سواء كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره، مستر لاسارتي، كابتن محمد يوسف والجهاز الفني بشكل كامل. وده اكيد تنسيق لابد منه عشان النادي الاهلي يقدر يستفيد من قطاع الناشئين بشكل او باخر، وده شيء اكيد هام جدا. سريعا يا استاذ محمود، عايز اتكلم في نقطتين. النقطه الاولى مستر لاسارتي، هل تتوقع نجاح مستر لاسارتي؟ رؤيتك لشخصيته، أكيد تابعت المؤتمر الصحفي لتقديمه من خلال النادي الأهلي، إن شاء الله يكون إضافة بالنسبة للفريق خلال المرحلة المقبلة. ده السؤال الحائر في الشارع الأهلي طبعا، يعني ما في مكان تجلس فيه أو يعني تذهب إليه إلا السؤال. تتوقع مارتن لاسارتي يعمل إيه؟ هرد أنا بسؤال بقى تمام، وهناخد اخر يعني هنقول المدرب اللي عمل بقى تاريخ مع الاهلي والاهلي صنع اسمه مانويل جوزيه. هل احد كان يتوقع ان مانويل جوزيه يصل هذه المرحله؟ على فكره مانويل جوزيه لما تعاقد الاهلي لم يكن يملك سيره ذاتيه قويه فعلا، هي باستثناء كاس البرتغال والسوبر بس. خلاص هنا مع اختلاف العناصر انه تواجد لمانويل جيل ذهبي مش هتكرر تاني. فعلا كان اللعيبه مجموعه من اللاعبين رائعين بصراحه، اجواء مختلفه. هو الراجل امتلك كاريزما مهمه جدا، انه ازاي بيستطيع انه يطلع من اللاعب كل اللي هو عايزه، ازاي خلوهم حبوه، ازاي بيقدر يستفز اللعيبه عشان يديهم امنوا بيه، امنوا بيه فعلا فعلا، وامنوا بقدرات ناديهم وجماهيرهم. فاللعيبه ادت ما افضل لديه. هنا بقى دور المدرب ودوره في الحفاظ على العمل الجماعي. مانويل جوزيه واقولها صراحه انتصر الفريق، انتصر الفريق الكل في واحد، او بمعنى صح الواحد في يعني كل النجوم دول ذابوا في حاجه واحده بس، هو ده اسمه الاهلي. مفيش يمكن بيتكلم على نفسه، الكلام كله على فرقه الاهلي وجمهور الاهلي، هو ده كان الهدف. منطق نجاح الاهلي وقوته على مدار تاريخه في الاداء الجماعي، مش في الاداء الفردي. يعني شوف كان يمتلك، شوف حجم العناصر والمواهب الكبيره جدا، ما كنتش تستطيع انك انت تجد واحد يتكلم عن نفسه. تمام، هنا المهمه دي بتقع على عاتق مارتن لاسارتي، الرساله واكيد وصلته، اكيد اول مره راجل اشتغل في افريقيا أكيد. واشتغل مع فريق بالحب. اكيد عارف ايه هو الاهلي ومين هو الاهلي، جمهور الاهلي قد ايه، ف مش هنقدر نحكم عليه دلوقتي. ها، وعاوز اقول يا جماعه لا يمكن الحكم عليه، كمان هو اتحط في وش المدفع في اول مواجهه صعبه تحت، يعني كل واحد يحط مكانه يعني مكان مارتن، يقول له اتفضل قود فرقه انت لسه هتشوفها دلوقتي قدام ماتش صعب جدا، ماتش يعني قوي جدا في الدوري حوالين كمان بعد التعادل. فاعتقد لا، العمليه عاوزه هدوء، صبر على الراجل، محتاج هتبان هل هناك لمحه، لو تمت لمحه واحده، لو تمت لقطه واحده، لو جمله واحده بس ولا جملتين اتعملوا في الماتش اللي جاي، حاجات كتير جدا الراجل ده هيدخل بها قلوب الاهلاوي ان شاء الله. اكيد نتمنى كل التوفيق لمستر لاسارتي، للجهاز الفني المعاون ليه، للفريق الاول لكره القدم واللاعبين وكل المنظومه بشكل كامل ومجلس الاداره، اكيد كل التوفيق خلال المرحله الهامه جدا جدا المقبله بالنسبه للنادي الاهلي ومسيرته في مختلف البطولات، سواء بطوله الدوري، بطوله دوري ابطال افريقيا، وكمان بطوله كاس مصر، وفي السوبر كمان المصري. استاذ محمود صبري طبعا رئيس القسم الرياضي بالاهرام، كل سنه طيب في البدايه، وان شاء الله يكون عام سعيد عليك، ونورتنا وشرفتنا. علينا وعليك وعلى جميع الشعب المصري ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. شكرا استاذ محمود. ده كانت او دي كانت فقرتنا الاولى من حلقه الاهلي الليله النهارده، الحلقه المميزه والخاصه جدا جدا. هنروح لتقرير
هام. بعد التقرير ده هيكون معاكم طبعا كابتن خالد العوضي، واللي هستضيف طبعا فقره هامه جدا الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنسبه للنادي الاهلي. لكن التقرير ده تقرير مهم جدا، هنقدم فيه او هنشوف فيه كلام لاعب يعني ان شاء الله هيكون اضافه قويه بالنسبه للنادي الاهلي خلال المرحله اللي جايه، ولاعب ان شاء الله يضيف الكثير والكثير في مسيره النادي الاهلي في مختلف البطولات، وهو اللاعب محمد محمود. نروح نشوف التقرير ده وترجعوا مع الكابتن الكبير كابتن خالد العوضي. شعور مختلف جدا داخل نادي من اكبر الانديه في افريقيا، او هو اكبر نادي في افريقيا. شعور يعني كنت في البدايه داخل يعني مساء يعني مقتنع ان انا لعيب كويس وكل حاجه، بس النادي اللعيبه حسيتني ان انا معاهم عادي، ان اخوات اخوهم، ما فيش خوف خالص الحمد لله. يعني كان في كلام من اللعيبه الكبيره بتبقى واخده جنب من اللعيبه الصغيره وكده، لكن اللعيبه الكبيره كلها محتويه اللعيبه الصغيره، ما فيش فرق خالص بقى بين كبير وصغير. دخلوني في المود بسرعه، شعور جميل جدا طبعا، بس الحمد لله ان شاء الله اللي جاي احسن ان شاء الله. اول حد يعني صدمت اول لاعب يعني قابلته في الفرقه كان سعد وحمدي بس كان موقف يعني كنت بكلم لما كنت مع تريزيجيه في الاوضه في المنتخب، كان سعد دايما بيكلم تريزيجيه، فتريزيجيه بيقول له مين اللي معاك في الاوضه وبتاع، له محمد محمود. فكان في واحد مدلك اسمه محمد محمود في المنتخب، فبقول له ايه ده المدلك، فمطلع على عايز يطلع عليا اسمه مدلك يعني. بس يعني فهو اول واحد قابلته يعني سعد. التقسيمه والاجواء يعني هو التقسيمه كانت شغلي عالي جدا مختلف خالص عن وادي دجله. الاجواء طبعا كويسه جدا، مدرب جديد بفكر جديد، ان شاء الله يعني نقدم معاه مستويات كويسه وان شاء الله ربنا يكرمنا كلنا يعني مش انا بس. يعني المفاوضات مع الاهلي ابتدت من بعد ماتش الاهلي لما كنا بنلعبهم في الدوري وخسرنا 1-0. بعد الماتش دوت كابتن محمد يوسف اتكلم مع نادر واتكلم مع في الجهاز عندنا في الجهاز وادي دجله، هنركز معاه ولاعيب كويس خليه يشد حلو الفتره اللي جايه واحنا علينا عليه كلنا. يعني دور انا في الموقف يعني انا ما اكيد كنت مبسوط طبعا، ما فيش حد يعني في النادي الاهلي بيتكلم عليه او بيحط عينه عليه ما بيبقاش مبسوط، اكيد كنت مبسوط وركزت اكتر واشتغلت على نفسي اكتر والحمد لله ربنا كرمني وبقيت في النادي الاهلي الحمد لله. العروض اللي كانت من بره كان جالي عروض فعلا، كان جالي هوفنهايم، ده كان عرض رسمي، وكان فرقه في سويسرا، وكان جالي يعني كان كلام بقى اياكس كان مهتمين وبتاع، وكان في ناس جم قعدوا معايا وكلاء، بس انا قلت لهم يعني ان انا وكيلي نادر. جم اتكلموا معايا، كان في ماتش ودي كده كنا بنلعب نجوم المستقبل، فجم وقفوا معايا فاتكلموا معايا قالوا لي احنا كنا باعتين الناس ليك خلاص، بس كنت ساعتها خلاص مضيت في النادي الاهلي. قعدوا يتكلموا معايا وكده، بس يعني اللي شايف يعني فكره الاحتراف دلوقتي يعني انا مش حاببها دلوقتي. ان شاء الله اقدم كل ما عندي في النادي الاهلي وهيجي لي احسن ان شاء الله. يعني النادي الاهلي بيعلي اسم اللاعب، تقل السي في بتاعي، العب افريقيا ان شاء الله، بطولات السي في بتاعي يتقل ان شاء الله، يجي لي عرض احسن، وبعدين لسه صغير جدا يعني الحمد لله. سن الصغيره هيساعد في خطوه الاهلي، والله انا ما ببصش للسن خالص يعني. يعني رمضان مثلا في المنتخب كان هو اللي مساعدنا افريقيا، كان عنده 19 بتهيألي، فما السن ملوش علاقه خالص يعني باللعيب، يعني اللعيب عنده اراده وعنده عزيمه هيعمل كل اللي هو عايزه. المنتخبات هتساعدني في الفرقه ولا لا؟ اكيد هتساعدني طبعا، بتكتسب خبرات وبتكتسب اللي هو يعني حسيت ان انت مثلا بتلعب مع اول ناس، دي بتفرق يعني. مثلا ايه، انا رايح المنتخب مثلا اول ناس اول مره العب معاهم، مجمعين لعيبه من هنا ومن هنا ومن هنا، فده بيديك اللي هو ايه يعني حاجه اطمئنينه، ان انت لو رحت فرقه جديده عادي هتاقلم بسرعه. التاقلم ده بيبقى حاجه يعني ساعات كتير لعيبه كتير ما بتعرفش تتاقلم بسرعه، بس روح المنتخبات كتير ده خلى الواحد بيعرف كمان يتعامل ازاي، يتعامل مع اللعيبه الكبيره ازاي، يتعامل مع
ناس اول مره يتعامل معاها اكيد ساعد الواحد طبعا. المنتخبات ساعدتني جدا بصراحه. استقبال مستر لاسرت هو عموما هو ما كان الاستقبال كان للفرقه كلها لان هو كان اول تدريب ليه فما كانش لي انا مخصوص يعني كان للفرقه كلها ما كانش لي انا بس. لا هو قدمه للفرقه كلها بقى مش انا بس. ما هو كان اول تمرين لي يعني مش انا بس لا كانت الفرقه كلها. لا طموحات انا ما بحبش اتكلم عن طموحاتي انا يعني ان شاء الله الملعب هو اللي يتكلم يعني ان شاء الله. انا ما بحبش اتكلم عن طموحاتي خالص يعني ان شاء الله. بس مش هقول حظوظ يعني هو النادي الاهلي ان شاء الله او مش النادي يعني احنا ان شاء الله ناويين الدوري ان شاء الله هنتعب فيه على قد ما نقدر وان شاء الله نرجع للمكانه كويسه تليق بالاهلي. افريقيا ان شاء الله السنه دي بقى ان شاء الله ما فيش يعني ما فيش نقاش فيها يعني ان شاء الله هتبقى في التتش يعني ان شاء الله. الصفقات الجديده يعني هو من النص هتبقى الشريفه طبعا يعني اللعبه كلها محترمه جدا والله بجد مش عشان يعني بتكلم في الصحافه وكده لكن اقسم بالله بجد اللعبه محترمه جدا كله بيخاف على بعضه. ماشي التمرين بيبقى حماسي وكده بس ده طبيعي يعني ده تمرين وكله عايز يطلع اللي عنده عشان يثبت نفسه لكن بجد اللعبه كلها بتخاف على بعض. اللي يلعب يلعب اللي ما يلعبش ما بيتمنى الخير لزميله. ما فيش فرق بيننا ازاي بدات الكوره يعني انا ابتديت زي كل لاعب ابتديت في الشارع طبعا. خالي وابن عمي كده شافوني اتكلموا مع والدي لازم نودي نادي لازم رحت اكاديميه اسمها اكاديميه السعديه اتمرنت فيها شهرين مدرب طبعا ما ترددش ان انا يوديني نادي. رحت وادي دجله من اول تمرينه كان في مدرب اسمه كابتن عاشور من اول تمرينه ليا الحمد لله يعني مضيت في دجله قعدت فيهم 8 سنين لحد دلوقتي والحمد لله مضيت في النادي الحمد لله. والله هو مستر تاكس اثر فيها جدا بصراحه اضاف لها كتير جدا يعني انا السنه اللي فاتت ما كانش حد يعرفني. الراجل جه تعب معايا تعب مش معانا بس تعب مع الفرقه. مدرب كويس عنده فكر جديد شخصيه كمان بره الملعب وبره الكوره مش طبيعي يعني بشكره يعني اللي هو عمله معانا مع الفرقه. خلى مصر كلها تتكلم على وادي دجله خلى مصر كلها تتكلم عن محمد محمود وان شاء الله مستر لاسارت كمان يضيف لي انا كمان يعني ان شاء الله. لا اول اللي مش هنساه يعني الموقف اللي مش هنساه في الكوره هو الماتش الاخير ليا مع وادي دجله لما طلعت كان لقيت حب كبير جدا قوي من اللعيبه كلها كانت متضايقين جدا ان انا اخر ماتش ليا معاهم ومتضايقين جدا ان انا اخر يوم هبقى معاهم. بص انا مش هحلف بالله عشان بس انا رحت كان نادر معايا ورحت هو بيقول لي انت هتمضي على كذا قلت له هات القلم ورحت ماضي عارف واثق في نفسي واثق في نادر واثق في النادي الاهلي ما اشترطتش حاجه ولا بصيت في الفلوس وحياه ربنا يعني هلبس رقم كام دي عادي هو الرقم مش هيفرق يعني. الكابتن ابو تريكه ما كانش 22 ده ما كانش حد بيلبسه يعني 22 دلوقتي بقى كل لاعب بيستنى يلبس 22 انا ما اخترتش والله بس الناس كلها عماله تقول ان انا اخترت 10 و14 وكده بس انا ما اخترتش. المركز بتاعي انا بحب العب 8 عادي ممكن العب مهاجم عادي ممكن العب رقم 6 عادي جدا يعني الحمد لله في اي حاجه اي مركز. مين اللي اتمنى اكون جنبه هو كابتن ابو تريكه طبعا يعني وكابتن حسام غالي كمان يا ريت يعني والله مثل الاعلى هو كان كابتن محمد ابو تريكه و عالميا محمد صلاح ليفربول. والله اوقات فراغي يعني مش اوقات فراغ كتير بس عادي يعني ممكن اريح في البيت اتفرج على التلفزيون عادي يعني ممكن اعمل حاجه اروح مثلا حاجه كده يعني بعملها على طول يعني حاجه ممكن اطلع بقى اركب مركب اروح اصطاد عادي جدا حاجات كتير يعني. رساله لجمهور الاهلي اولا احنا يعني هتكلم بصفه الفرقه كلها مش هتكلم بصفتي انا بس. عارفين ان انتوا مش واخدين ان النادي الاهلي يبقى في المكانه دي لكن ان شاء الله نوعد كل محب النادي الاهلي الاهلي يرجع لمكانته الطبيعيه. الاهلي اكيد ان شاء الله يبقى رقم واحد زي ما هو رقم واحد
بس ان شاء الله يعني يا ريت تصبروا علينا. عارف ان انتوا صابرين يعني لحد دلوقتي، بس ان شاء الله اللي جاي احسن وما تقلقوش، وافريقيا ان شاء الله هتبقى في الاهلي ان شاء الله. سنة وكل مشاهدي النادي الأهلي طيبين، سنة سعيدة، سنة عدت أحزانها بأفراحها ببطولاتها بإنجازاتها بكل حاجة. سنة 2018 آخر يوم فيها النهاردة آخر يوم في السنة، بنستقبل سنة جديدة. يا رب سنة جديدة علينا سعيدة لكل المصريين، لكل جماهير النادي الأهلي بالأخص، لأن هم الجماهير العاشقة للبطولات والإنجازات. سنة عدت مليئة بالبطولات بالنسبة للنادي الأهلي، سنة مهمة، سنة فيها إحراز بطولات كتيرة. دايما الأهلي معودنا على كده ولعبته، وإن شاء الله السنة الجديدة تكون أحسن وأحسن. كل سنة وانتم طيبين، وسنة سعيدة علينا وعليكم يا رب بإذن الله، وكل الناس في أحسن صحة وأحسن حال. النهاردة الحلقة مختلفة، حلقة كبيرة، حلقة جديدة، حلقة مهمة جدا بالنسبة لجماهير النادي الأهلي، اللي هي حصاد 2018. عملنا إيه؟ النادي الأهلي دايما معودنا على المركز الأول، كل لعبتنا حطانا دايما في المقدمة. الحمد لله عندنا حصاد كبير، بس اخترنا لكم شوية حصاد وأبرز إنجازات لكل الفرق الرياضية النهاردة معنا. هنبدأهم النهاردة بالفرق الفردية، لكن في الجزء الثاني من الحوار هيكون معنا مدير النشاط الرياضي كابتن رؤوف عبد القادر، مدير العام النشاط الرياضي في النادي الأهلي. ليه؟ عشان نحصد معاه ونتكلم على كل الإنجازات واي مشاكل حصلت، وهنساله على كل حاجه، هنفتح معاك كل الملفات اللي انتوا عايزينها واللي انتوا بتسالوا عليها كجماهير النادي الاهلي في الجزء الثاني من الفقره باذن الله. هنبدا بالحصاد، وبنبدا بلعبه الاسكواش، وهي لعبه عظيمه ولعبه عريقه، دايما بتكون عندنا حاجات كتيره وانجازات كتيره فيها. هنشوف لعبه الاسكواش اول لعبه معانا في الالعاب الفرديه قالت ايه في سنه 2018. مصطفى عسل، ذهبيه بطوله العالم للناشئين تحت 19 سنة بالهند، ذهبية أولمبيات الشباب بالأرجنتين، ذهبية بطولة إنجلترا المفتوحة للإسكواش. ده رقم واحد. رقم اتنين، معانا أحمد حسني وسام الروح الرياضية ببطولة نيجيريا الدولية، ويسرب عادل ذهبية بطولة باكستان الدولية. في إنجازات كتيرة للعبة الإسكواش، لسه مستمرين مع لعبة الإسكواش في 2018. كابتن كريم عبد الجواد ذهبية بطولة العالم للفرق منتخب مصر، وذهبية بطولة البلاك بول الدولية، وذهبية بطولة باكستان الدولية. لو خلصنا السكواش هنروح للعبة الكاراتيه، وهي لعبة برضو عندنا على أبطال وألقاب، وما شاء الله ميداليات ذهبية كتيرة جدا لا تعد ولا تحصى، لكن هنعمل سبوت على أهم إنجازات لعبة الكاراتيه في 2018. كسبنا 6 دروع من اصل 8، 4 دوري ناشئين، 2 كاتا شباب، مركز تاني كوموتيه شابات، ومركز تاني كوموتيه شباب. عندنا ابطال، اسماء كبار في لعبه الكاراتيه في النادي الاهلي، ابطال عالم، عندنا ابطال عالم كتير ما شاء الله. كابتن محمد صلاح فضيت بطوله العالم للكاتا فردي تحت 19 سنه. كابتن محمود عمرو فضيت بطوله العالم للكاتا جماعي تحت 18 سنه. كابتن مصطفى الغباشي فضيت كاتا جماعي وبرونزيه في كاتا فردي بطوله العالم، فضيت بطوله الالعاب الافريقيه بالجزائر. ما شاء الله على لعبه الكاراتيه، حصادها في 2018 دايما مشرفانا. جيانا فاروق بطله من ابطال العالم، وبطله كل الناس مستنيه لها مستقبل كبير، وان شاء الله طوكيو 2020 هتكون محققه ميداليه باذن الله لمصر. جيانا فاروق فضيت بطوله البحر المتوسط باسبانيا برونزية بطولة العالم للكاراتيه بأسبانيا. كابتن ياسمين الهواري ذهبية بطولة الألعاب الأفريقية بالجزائر. كابتن تؤى هشام ذهبية بطولة العالم فرق وبرونزية كاتا جماعي بطولة الألعاب الأفريقية بالجزائر. إنجازات كبيرة وبطولات وما شاء الله، وعندهم ألقاب كتيرة لعيبة. قعدنا نحصل في لعيبة الكاراتيه ونقول هنقول كلام كتير، مش هناخد 3 دقايق، بالعكس
هناخد ساعات كثيره جدا نتكلم عن لعبه الكاراتيه. اللي بيدير لعبه الكاراتيه في النادي دكتور مراد عاصم، يعني فعلا بنديله كل الشكر وكل التهنئه، وكل الجهاز الكاراتيه جهاز فعلا على قدر النادي الاهلي تماما. هنروح للعبه ثانيه وهي برضو لعبه رقميه ولعبه مهمه جدا في النادي الاهلي، لعبه السباحه. هنشوف انجازات السباحه وميداليات كثيره جدا في لعبه السباحه 2018. بطوله منطقه القاهره، البطوله الشتويه، حصد 14 كاس من اصل 18، والبطوله الصيفيه حصد 15 كاس من اصل 18. بطوله الجمهوريه القصيره، البطوله الشتويه حصد 18 كاس من 20، البطوله الصيفيه حصد 13 كاس من اصل 18. بطولات الجمهوريه المفتوحه، البطولات الشتويه حصد 12 كاس من 14، والبطولات الصيفيه حصد 8 كؤوس من اصل 14 كاس، واعتقد دي كانت اقل بطوله لعبه سباحه قعدت فيها كؤوس، لكن مفيش مشكله. 85 كاس من اصل كام كاس؟ 114، نسبتهم 75% تقريبا قدام كل الفرق في البطولات الاتحاد وبطولات المنطقه. حصد جميع الكؤوس الخاصه الدرع العام في بطولات الجمهوريه والمنطقه، حصد جميع المراكز الاولى العمومي في جميع بطولات الاتحاد والمنطقه، الحصول على 106 ميداليه في بطوله بلغاريا الدوليه. دي كده السباحه بصفه عامه، لكن هنخش على الحصاد بالنسبه للاعبين وكابتن علي خلف الله احد نجوم النادي الاهلي في لعبه السباحه، برونزيه دوره الالعاب العاب البحر المتوسط باسبانيا، كسر الرقم القياسي المصري 50 متر حره في بطوله العالم بالصين، رقم كان مهم جدا جدا، كسر كسر رقم القياسي لمصر، وده كان حاجه مهمه وان شاء الله نستناه برده في طوكيو 2020 كابتن علي خلف الله. واربع ذهبيات واثنين فضيه في بطوله افريقيا بالجزائر، كابتن احمد خالد ذهبيه واثنين برونزيه دوره الالعاب الافريقيه بالجزائر، كابتن فارس عماره برونزيه دوره الالعاب الافريقيه بالجزائر، كابتن احمد حمدي ذهبيه وبرونزيه لبطوله افريقيا بالجزائر. مستمرين لسه مع السباحه، عندنا حصاد كتير في لعبه السباحه ما شاء الله، مع ان دي حاجات قليله جدا بالنسبه للسباحه في النادي الاهلي. كابتن ساندي ايمن ثلاث ذهبيات 200 و400 و800 في دوره الالعاب الافريقيه بالجزائر، وفضيه بطوله افريقيا للمياه المفتوحه ايضا بالجزائر. ميار جابر برونزيه دوره الالعاب الافريقيه بالجزائر. محمد سامي ما شاء الله، ميشو ده حكايه وروايه كبيره جدا في السباحه في النادي الاهلي، 11 ذهبيه وبرونزيه، 11 ذهبيه وبرونزيه في بطوله افريقيا بالجزائر، وكمان ايه كسر الرقم الافريقي والتاهل لبطوله العالم المقبله وكاس احسن سباح في افريقيا. لسه مستمرين برده مع السباحه النهارده ما شاء الله. وكابتن هانيا مورو احد نجوم النادي الاهلي، اربع ذهبيات واثنين فضيه في بطوله افريقيا بالجزائر، برده احسن سباحه في افريقيا. ورويده هشام ذهبيه واربع فضيات في بطوله افريقيا بالجزائر. هنسيب السباحه ونروح للعبه اخرى، العاب القوى، ام الالعاب، عندنا حصاد فيها كبير في إطاحة المطرقة ورمي الجلة، وعندنا في العدو يعني ما شاء الله بطولات كثيرة وإنجازات أخرى بتزيد من أرقام وإنجازات النادي الأهلي. هنروح لألعاب القوى، الحصول على المركز الأول في بطولة كأس المنطقة وكأس الجمهورية. إطاحة المطرقة، كابتن مصطفى الجمل ذهبية بطولة أفريقيا، فضية كأس العالم للقارات بتشيك، ميدالية عزيزة جدا على كابتن مصطفى جمل وعزيزة على النادي الاهلي. كابتن اسلام مسعد فضية بطولة افريقيا، كابتن حسن عبد الجواد برونزية بطولة افريقيا. انجازات لالعاب القوى، انجازات كبيرة العاب القوى بتحققها في النادي الاهلي، ولسه مستمرين مع العاب القوى. في دفع الجولة، كابتن محمد مجدي حمزة فضية بطولة افريقيا وسابع كأس العالم للقارات بالتشيك. بالنسبه للجري، اسامه حسين فضيه دوره الالعاب الافريقيه للشباب. اعتقد كده العاب القوى بيخلص حصادها معانا، لكن لسه مستمرين في حصد ان شاء الله كل الميداليات وجمع
يعني ملخص سريع بالنسبة لي جماهير النادي الأهلي إيه اللي حصل في 2018. هنروح للعبة التنس وهي لعبة مهمة جدا، تنس طاولة وفيها أبطال، كابتن سيد لاشين، كابتن دينا مشرف، كابتن يعني كباتن كتار كبار حققوا إنجازات كبيرة جدا. تعالوا نبص ونشوف حققوا إيه معانا. هنبدأ بالتنس. خد إيه التنس طاولة في النادي الأهلي؟ ذهبية بطولة العربية رجال وسيدات رقم 30 اللي أقيمت في تونس مؤخرا، المركز الأول ببطولة منطقة القاهرة بجميع المراحل، ما شاء الله قافلين المراحل كلها التنس طاولة عندنا في النادي. المركز الأول ببطولة الجمهورية، هو البطولة الأقوى اللي بيشترك فيها كل الأندية في مصر بجميع المراحل ما عدا مرحلة واحدة، يعني التنس طاولة قفل بطولات السنة ما شاء الله ما عدا مرحلة واحدة هي 12 سنة. هنروح لأبطالنا البارزين في التنس طاولة، كابتن سيد لاشين يعني من أعظم اللاعبين اللي جم في تاريخ لعبة التنس طاولة. حصد إيه؟ ذهبية بطولة أفريقيا للفرق، كابتن خالد عصر، ذهبية بطولة أفريقيا للفرق وبرونزية البطولة العربية رقم 27 بالقاهرة، كابتن محمد البيلي، ذهبية البطولة العربية رقم 27 بالقاهرة. ما شاء الله إنجازات التنس طاولة بتتكلم عن نفسها. لسه مستمرين مع التنس طاولة، يعني نجمة كبيرة، نجمة كبيرة فعلا كابتن دينا مشرف، حصاد كبير ليها. لكن يعني أهم ميدالية جابتها السنة دي ذهبية دورة الألعاب بالبحر المتوسط بأسبانيا، مفيش بنت في مصر حققت المركز ده إلا دينا مشرف، ما شاء الله عليك يا دينا. ذهبية البطولة العربية رقم 27 بالقاهرة، محمود أشرف حلمي، فضية أفريقيا للشباب، كابتن علي غلاب، ذهبية أفريقيا للشباب. وبكده التنس عندنا التنس الطاولة حصد وأنجز في السنة دي بطولات كتيرة وجاب ميداليات كتيرة لمصر ولي النادي الأهلي. هنروح نسيب التنس طاولة وهنطلع على التنس الأرضي نشوف عمل إيه في حصاد السنة دي معانا في 2018. التنس الأرضي حصد دوري الرجال والسيدات في مرحلة العمومي من 20 سنة ما حصلش. حالة خالد، ذهبية زوجي بطولة دورة الألعاب الأفريقية بالجزائر، كابتن عمر سلمان، ذهبية بطولتي أسبانيا وإيطاليا، بسملة إبراهيم، فضية دورة الألعاب الأفريقية بالجزائر. لو سبنا التنس ودي إنجازات التنس، وكان إنجاز مهم إن الدوري رجع مرة تانية للنادي الأهلي من 20 سنة ما دخلش باب النادي، لكن السنة دي قدروا أبطال عندنا إن هم يدخلوا الدوري العام لمرحلتي الكبار رجال وسيدات. الدوري العام دخل على ايدين الكباتن الكبار اللي كانوا موجودين في النادي الاهلي. هنروح لاخر لعبه وهي لعبه الجمباز، ولعبه الجمباز لعبه اعضاء كتير بيمارسوها، وهيكون معانا حوار كتير عن الجمباز مع كابتن رؤوف عبد القادر عشان نعرف منه اخبار كبيره عن الجمباز. لكن خلونا نشوف ايه الحصاد للعبه الجمباز في 2018. كابتن فرح سيد ذهبيه بطوله افريقيا بناميبيا، وكابتن محمد موسى ذهبيه بطوله الالعاب الافريقيه بالجزائر. ما شاء الله عليكم انجازات كتيره في الالعاب الفرديه للنادي الاهلي في 2018، موسم عظيم، موسم رائع. دايما لعيبه النادي الاهلي مشرفانا في المحافل الدوليه ودايما حطانا على الخريطه العالميه والخريطه الافريقيه، ودي حاجه مشرفة جدا لينا. اعتقد ان جماهير النادي الاهلي سعيده جدا بلعبتها. ان شاء الله باذن الله السنه الجديده هتكون سنه احسن من كده كتير. لكن كل الجماهير مستنيه الالعاب الجماعيه، دايما بيروحوا مع الالعاب الجماعيه. هنسيب الالعاب الجماعيه مع كابتن رؤوف مدير النشاط الرياضي بنادي الاهلي، هنساله ونتحاور وهنفتح كل حاجه. مفيش خطوط شائكه بيننا وبين كابتن رؤوف، بالعكس هو قبل ما اطلع على الهواء قالها صريح، قال لي اسالوا زي ما انتم عايزين، هو ما عندوش اي اعتراض على اي سؤال. هنطلع لتقرير او تهنئه من لاعبي كره السله بالنادي الاهلي للسنه الجديده، وترجعوا تلاقوا معانا مشرفنا كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي. ان شاء الله يكون سنه سعيده علينا كلنا،
عام 2018 احنا الحمد لله رب العالمين رياضيا خدنا دوري المرتبط وخدنا كاس مصر، خسرنا دوري السوبر ويعتبر بطولتين من الثلاثة أو 60% من البطولات المحلية. كان سنة بالنسبة لنا سنة كويسة الحمد لله رب العالمين. دي إنجازاتنا أو ده كده بسرعة الأحداث اللي حصلت في 2018، زائد البطولة اللي هي مزدوجة تصفيات أفريقيا للأندية المنطقة الخامسة، احنا خدنا فيها أول التصفيات منطقة خامسة والنهايات بتاعتها في 2019 إن شاء الله. جمهور النادي الأهلي وحشتونا وحشتونا بجد، كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله البداية تبقى دوري السوبر، سامعين إن في 500 مشجع هيكون موجودين إن شاء الله بالالتزام وبتشجيع الفانيلا وتشجيع النادي، ويبقاش في مشاكل إن شاء الله، ال 500 يبقوا 1000 و2000، لأن أكبر قاعدة جماهيرية في مصر معروفة هي جمهور النادي الأهلي. المدرج من غيركم ملوش أي طعم، يا رب تبقوا معانا إن شاء الله ونفرحكم. كل سنة طيبين جماهير النادي والأعضاء مجلس إدارة واللعيبة وكل الناس، كل سنة طيبين. طبعا الحمد لله احنا 2018 سلوان، طب متهيألي ربنا كرمنا يعني قدرنا ناخد بطولتين من ثلاث بطولات، واحنا لسه نعتبر في نفس السنة وربنا كرمنا بطولة امبارح الحمد لله. فإن شاء الله عام مليء بالإنجازات اللي فاتوا، ونتمنى اللي جاي إن شاء الله ربنا يكرم، يبقى في أفريقيا وربنا يكرمنا بيها بإذن الله رب العالمين. عام 2018 الحمد لله يعني نهيناه ببطولة المرتبط الحمد لله، وكنت على المستوى الشخصي فزت مع النادي الأهلي ببطولة الجمهورية تحت 16 سنة وبطولة منطقة القاهرة وبطولة المرتبط العام اللي فات على طول، والحمد لله برضو فزت مع منتخب مصر تحت 18 سنة بالبطولة العربية. فكلها كانت يعني انجازات كويسه في عام 2018 الحمد لله، اتمنى نحقق احسن منها ان شاء الله في 2019 ويكون النادي الاهلي في احسن حال ان شاء الله. ابارك لفريق النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي ان احنا ختمنا سنه 2018 الحمد لله ببطوله، دي ثالث سنه لينا على التوالي ان احنا نحصل بطوله الدوري المرتبط، فابسط دي اقل هديه نقدر نقدمها لجماهير النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي. 2018 احنا الحمد لله ختمناها كده ختم مسك بالبطوله ديت، وكان قبلها كمان عندنا تصفيات افريقيا، فبطولتين تعتبر في 2018 طبعا حاجه تبسطنا، ونتمنى ان 2019 ان شاء الله تبقى مزيد من البطولات في اللي جاي باذن الله. خدنا كل البطولات احنا والفيرست تيم والحمد لله كسبنا يعني، وان شاء الله نحقق زي السنه فاتت احسن كمان ان شاء الله. احنا الحمد لله خدنا بطوله المرتبط مع 2002 وخدنا بطوله المنطقه وخدنا بطوله الجمهوريه، وكانت سنه حلوه باداره كابتن احمد الحمد لله يعني، وان شاء الله نعمل كده برده السنه الجايه. طموحاتنا في السنه الجديده ان شاء الله عندنا دوري وكاس باذن الله نحافظ عليهم، وطموحاتنا بقى البطولات الدوليه زي البطوله الافريقيه والبطوله العربيه السنه الجايه باذن الله نكسب السنه دي، وان شاء الله ناويين وفي دعم وتأييد من مجلس الاداره ان احنا نشارك فيهم باذن الله السنه الجايه. كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله سنه سعيده علينا وعليكم كلنا، وباذن الله تكون سنه كلها بطولات وكل الناس تحقق اللي هي نفسها فيه، وكل سنه وكل الناس طيبه. كل سنه طيبين وسنه سعيده ان شاء الله، سنه خلصت بكل الحلو وكل الوحش اللي فيها، واتمنى السنه اللي جايه طبعا تبقى كلها بطولات وانجازات للنادي الاهلي زي ما النادي الاهلي عود جماهيره وعود لعبته على مدربينه اللي كل البطولات اللي بيخشها بياخدها، فتبقى سنه ان شاء الله سعيده علينا جميعا ان شاء الله. ما شاء الله، يعني اللهم لا حسد، احنا فعلا دايما كلنا بنتبسط بالانجازات ومراكز كتيره بيحققها النادي الاهلي، لان هم دول ولادنا، هي دي روح النادي الاهلي، هم دول ولاد النادي الاهلي، هم دول اللي عايزينهم من كل اللعيبه، دايما يفرحونا في كل المجالات. معانا النهارده كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي، هنفتح معاه كل الكلام. هو شايل شيله كبيره صدقوني، انا اشتغلت 7 سنين في المكان ده، بس كنت بشتغل كمان مساعد لكابتن رؤوف، وحق يتقال لا الشيله تقيله، يعني لازم نكلمه ونقول له ربنا يكون في عونك. كابتن رؤوف عبد القادر منورنا. ربنا يخليك يا كابتن عوضي، بقول لحضرتك كل سنه وانت طيب وحضرتك طيب، وعام سعيد على النادي الاهلي باذن الله 2019 يا رب باذن الله تستمر تحقيق الانجازات والبطولات وتعود كره القدم تزدهر من جديد يا رب،
وبقول لكم كلكم البرنامج الجميل بتاعك وقناة النادي الأهلي عام سعيد وكل سنة وانتم طيبين. وحضرتك طبعا يا كابتن رؤوف يعني مش هقول لك يعني اشتغلت في المكان ده فحاسس حضرتك شكله ازاي. كابتن رؤوف حضرتك شايل تقريبا 10,000 واحد على كتافك في النشاط الرياضي مظبوط؟ اه والحقيقة كمان يعني الاستعراض اللي احنا عملناه ده ده استعراض النتائج لكن لما نبص احنا بنوصل للنتائج دي ازاي في شغل كتير جدا غير ظاهر بالظبط اللي انا بسميه مثلا البنية التحتية للنشاط الرياضي. هنبدأ من جوه النشاط الرياضي عشان نستعرف المشكلة ازاي في الناس يعني حاجة اولا مش بتنام انا متأكد عندك مشاكل كتيرة وكل الالعاب بتعمل مشاكل فيعني الاول نخش جوه النشاط الرياضي شوية. النشاط الرياضي بيشتغل كم ساعة في اليوم تقريبا؟ يعني اللي عايز يشتغل في النشاط الرياضي ما يفكرش هو بيشتغل كم ساعة تمام. او في عدد ساعات معينة ولا اي حاجة يعني احنا معظم الايام يعني اقدر اقول لك مثلا من حوالي 9 الصبحية بيس. ممكن لغاية 10 بالليل 12 بالليل لغاية 11 بالليل ده الطبيعي لمعظم الناس اللي موجودة في النشاط الرياضي ما شاء الله. طبعا في ناس وظائفها ثابتة دي بتخلص شغلها الساعة 4 وبتروح لكن انا بتكلم القيادات بتاعت ادارة النشاط الرياضي بتبتدي الشغل الاداري بينتهي مثلا على الساعه 5 او 6 بتبتدي بقى المباريات متابعه المباريات متابعه التدريبات الجزء العملي بقى اللي هو موجود فاللي انا عايز اقوله ان الكلام ده كله بيعدي كانه ساعه واحده كانه ساعه واحده بالظبط. بص عشان نكمل الموضوع ثلاث فروع وحضرتك ماسك الموضوع ازاي بتلم بكل هذا بصراحه يعني هو الحقيقه الاهلي مس ان هو منظومه كويس وكل قائد في موقعه. النهارده لما يبقى فيه مسؤولين موجودين في الافرع سواء في الشيخ زايد او في مدينه نصر كل واحد واخد الصلاحيات بتاعته كويس ومفيش رجوع لاداره النشاط الرياضي في الجزيره الا في حاجات معينه وممنهجه فبالتالي الموضوع يمكن سهل طالما فيه منظومه والمنظومه داخل النادي الاهلي اتعلمناها من الناس اللي قبلينا واحنا ماشيين على نفس النهج فالحمد لله يعني الامور ماشيه يعني. طب الحمد لله الامور ماشيه وهنسيب النشاط الرياضي ونخش على حصاد السنه. كابتن رؤوف عبد القادر الالعاب الفرديه محقق انجازات كتيره. العاب قوه ما شاء الله، سباحه، ميداليات. بنبدا ازاي السنه؟ الناس دي بتشتغل مع حضرتك ازاي؟ ايه الدعم اللي حضرتك بتقدمه لكل فرق النادي؟ كنشاط رياضي. هو طبعا احنا اول حاجه بدينا بيها اللائحه الجديده كويس علشان اقدر انظم العمل لكل الفرق الرياضيه تمام يعني سهرنا على اللائحه بتراجع لائحه وصلت لاكثر من 200 صفحه كويس بتراجعها كلمه كلمه وسطر سطر عشان تتوائم مع المرحله القادمه كويس بعد كده بيتم اختيار الاجهزه الفنيه في بدايه الموسم وطبعا ده ما بيجيش لازم بيحصل تقييم للموسم اللي انتهى كويس. اللي هو كان الموسم اللي فات هي. بنشوف 17-18 وبيجي المتابعة بتعمل تقرير على كل مدرب موجود في كل فرقة حيل سواء أي يعني مميزاته أو كان فيه بعض العيوب أو أي حاجة وإيه ده الإضافة إلى النتائج وبعد كده بعد ما بنعمل التقييم ده بنبتدي بندي التصور بنرفعه لمجلس اداره النادي بالتجديد للاجهزه الفنيه اللي هتستمر او لو في تغيير بنغير في بعض الاجهزه. كابتن رؤوف عبد القادر يتدخل في اختيار مدربين للفرق ولا بيتعامل مع المدير الفني اللي هو المسؤول الاول والاخير؟ بناخد المرحله الاولانيه ان احنا بنعين مدير الاجهزه ورؤساء الاجهزه. حضرتك ده اختصاصك السليم. بالظبط كده. تمام. بنيجي في الخطوه الثانيه زي ما قلت لحضرتك ان المبدا العام كل قائد في موقعه حيل فبندي السبورت كامل للمدير الفني المسؤول ان هو يتقدم بالتشكيل بتاعه المطلوب بالنسبه للسنه الجديده بنقعد الامر مش مطلق يعني هو له من الناحيه الفنيه وجهه النظر بتاعته احنا عندنا التقرير اللي هي موجوده بنقعد
مش اكتر من قعده يعني قعده. احنا نادي واحد كويس. احنا العيله حيل. بنقعد في التشاور كل مدرب محطوط نشوف نتائجه ايه السنه اللي فاتت كل حاجه يعني الموضوع مش موضوع نتائجه بس طلع قد ايه لعيبه قد ايه للفرقه الثانيه او للفريق الاولاني. بصت حضرتك على الموضوع بصه مختلفه بالظبط ممكن كده. مش هقول هو هيخسر ممكن المدرب ده يعني يكون نتائجه مش على اللي انت محتاجها لكن في لعيبه هو بيقدر يطلعها للدرجه الاولى فتقدر تقول ان هو حقق الهدف بتاعك بالظبط بالظبط او ممكن حاجه ثانيه اتفضل ممكن يكون يعني مدرب كويس وعامل شغل كويس وكل حاجه لكن ممكن مجموعه اللاعبين اللي هو مثلا بيشتغل معاها ولا حاجه لما خد الفريق كان في دفعات معينه او حاجه فيعني في مجموعه من العوامل اللي احنا بتحكمنا اللي في الاخر بنستقر على التشكيل الكامل لكل جهاز اللي بنرفعه بعد كده المجلس الاداره عشان ناخد الموافقه عليه. نخش في الملعب خلاص كده النشاط الرياضي عشان بعض الاسئله دايما بتقول الناس بتحب تعرفها فحبينا بس نقدم المقدمه دي مع حضرتك عشان نخش على النشاط الرياضي. النادي الاهلي داعم اساسي ورئيسي مهم جدا للمنتخبات المصريه طوكيو 2020 احنا بندعم ازاي ولادنا في الالعاب الفرديه اللي هم حققوا الانجازات دي كلها او ماشيين في الخريطه ازاي؟ يعني هو لما هنبتدي برضو يعني بلاش نبتدي من النهايه اللي هي النتائج او ماذا حققوا. كويس. احنا علشان طمعانين احنا يعني مثلا هنتكلم في الجمباز. كويس. علشان اخلي لعيب الجمباز ده يحقق حاجه. كويس. هي شكل الصاله اللي بتمرن فيها ايه؟ حلو. هي الاجهزه بتاعته اللي هيتمرن عليها شكلها ايه؟ مظبوط. هي المدربين اللي بيدربوه مين هم؟ فلما نيجي نوصل للمراحل دي كلها نقدر نتكلم بعد كده على الواعدين اللي هو ممكن نهدهم للاولمبياد. هايل. جبتني في حته الجمباز. تمام. سؤال. اي. ما شاء الله صاله الجمباز بتتجدد. تمام. هتخلص امتى؟ انا اقدر اقول ان هي خلصت. هيتمرنوا؟ خلصت يعني اولا احنا مأجرين المكان البديل كويس لحين الانتهاء لان كل حاجه كانت محسوبه كانت حاجه مهمه قوي يا كابتن في موضوع صاله الجمباز ده بصراحه اكيد اثرتها يعني حاجه مهمه عايز اقول لك ان ايه المزيد من حبنا لاولادنا كويس والرغبه في ضمان سلامتهم هايل ان بعد ما الاجهزه كلها جت وبنركبها وكل حاجه في بعض الحاجات الفنيه بيبقى في حاجه اسمها انكر بتمسك في الارض علشان تمسك الاجهزه الواير والحاجات في الوايرات فممكن لما ابتدينا عملناها لان الارضيه محتاجه تبقى خرسانيه مسلحه علشان الضغط بتاعها ليه حسبه معينه فيمكن ده ما اقولش اخر احنا لضمان سلامه اللاعبين عملنا الفتحات 48 فتحه مسلحه تعظيم سلاح ايوه عملناها صراحة. عشان نضمن اللعيبه بتاعتنا 100% وبعدين لما بيجي بنفتحها احنا بنقول النهارده يعني الماركه اللي هي اشتغلنا عليها هي المعتمده في الاولمبياد وبطولات العالم رقم واحد في العالم رقم واحد في العالم احنا بنجيب احسن واحدث حاجات موجوده تمام فيعني باذن الله هندعو قناه النادي الاهلي عشان تصور ال تقريبا الصاله دي على امتى تقريبا يعني مش هندي ميعاد فيكسد لكن تقريبا على امتى يعني اعتقد في الاسبوعين الاولانيين من بدايه السنه يعني ان شاء الله في يناير باذن الله ده في خلال 10 ايام خلاص كمان يعني او 13 يوم بالتحديد يعني خير. هو الوعد اللي هو على يوم 13 باذن الله طيب مش كده وبس احنا كويس. خدنا موافقه مجلس اداره على انشاء صاله للجمباز في اهل الشيخ زايد بالاضافه موافقه مجلس الاداره على تخصيص في مكان في اهل مدينه نصر ايضا يكون صاله للجمباز مش هسالك اصل انا حضرتك كده بتجاوب بسرعه يعني لسه ما سالتكش على اسئله قدامي لسه كنت هقول لك اشمعنى الجمباز موجوده في الجزيره مش موجوده في مدينه نصر والشيخ زايد فحضرتك اعتقد رديت رد قاطع عن هذا عن الجمباز ما شاء الله اعتقد ان الجمباز كده يعني نقول مش خدت حقها يعني ماشيه في الاطار اللي هنقدر بعد شويه نطلع لعيب او بطل اولمبي اكيد البطل الاولمبي مش سهل يطلع لكن احنا هندعم دعمنا كنادي اهلي بالاسلوب ده مظبوط وفي حاجه صغيره كمان عشان نقفل الجمباز بقى خدنا قرار كويس ان بنعمل حاجه اسمها كيس جيم هايل الكيس جيم ده عباره عن الجمباز زي الميني باسكت او البشاريل
او ميني هاندبول ده مخصص لسن 3 سنين او 4 سنين، بتبقى صاله جمباز للسن الصغير. هيه. وبالفعل تم تحديد مكان اقامتها داخل الجزيره، وايضا هيبقى فيه في مدينه نصر وايضا في الشيخ زايد. وعلى طول يعني احنا في غضون شهر او حاجه هنبتدي في انشاء هذه الصالات، ودي طفره اخرى. اشكرك على الجمباز، رديت. ما اعتقدش عندنا اسئله ثانيه في الجمباز، لكن هروح للعبه الاخرى، السكواش. موجوده داخل نادي اهلي الجزيره فقط لا غير، فرعين تانيين عندنا بلان ليها ولا لا؟ بالذات عندنا ابطال عالم في هذه اللعبه، واكيد الفروع الثانيه ليها حقوق عندنا ان هي تكون موجوده. نفس القرار اللي حكيت لحضرتك عليه اللي هو بتاع الشيخ زايد. هو انشاء اول حاجه صاله للجمباز بالاضافه لصاله لتنس الطاوله بالاضافه لصاله السكواش. الثلاث صالات دول على طول في المجلس الاخير تم الموافقه على انشاء الثلاث صالات باذن الله. تمام، يعني عندنا السكواش والتنس طاوله والجمباز في الثلاث فروع متواجدين الى ان ننتهي من الانشاءات الجديده، لكن احنا اخذنا القرار وماشيين في الطريق السليم باذن الله. طيب هنرجع لسؤال ثاني، 2020 هنعمل ايه لاعبتنا، او احنا بندعم ايه لاعبتنا؟ هو الحقيقه يعني شكلت لجنه بالفعل في مجلس الاداره الاخير. هاي. ويمكن الثلاثه اعضاء اللجنه من اعضاء مجلس الاداره كلهم من اللعيبه السابقين اللي مثلوا مصر في الاولمبياد قبل كده. فبقول ان الثلاثه بنحصر مين اللعيبه الواعدين اللي هو ممكن في احتماليه احراز ميداليه مصر باذن الله في 2020. بتعملوا الكلام ده، بتاخد حقك يعني، بتاخد الناس وتشوف ارقامها وتشوف حاجتها وتدي الاهلي دعم؟ سؤال مهم عشان ما تشاريش النادي الاهلي كل حاجه بصراحه. الاتحادات المصريه بتدعم مع حضرتك ولا حضرتك مفيش تنسيق بينكم وبين بعض؟ لا الحقيقه يعني موضوع الاتحادات ده يعني طالما انت فتحته احنا بنعتمد على نفسنا كليا وجزئيا، عشان ولا اي دعم ولا اي حاجه خالص من الاتحادات. بالعكس يعني النهارده بقى في مغالاه من الاتحادات في كل الرسوم ورسوم الانتقال ورسوم التسجيل في اي بطوله من البطولات، بحيث ان بقى عبء كبير جدا على النادي الرسوم اللي بتفرضها الاتحادات المختلفه يعني. تمام. طيب عشان برضه مش عارف العاب فرديه، احنا بنتكلم عن العاب فرديه، الالعاب الجماعيه هتاخد كلام كتير صراحه عندنا شويه لحضرتك. طيب احنا ليه مش بننظم بطولات دوليه زي السكواش او تنس طاوله دوليه او جمباز او العاب فرديه؟ ليه النادي الاهلي وهو اكبر مؤسسه في مصر والوطن العربي وافريقيا ما بيخشش ينظم ده، دايما بيروح للالعاب الجماعيه؟ مش هنتكلم على الالعاب الجماعيه دلوقتي، لكن هنتكلم على الالعاب الفرديه. ليه مش بناخد الاتجاه ده يا كابتن؟ يعني عايز اقول معرفش، كل ما بتسال سؤال بقول لك ان مجلس اداره النادي خد قرار فيه، بس هي دي الحقيقه. كويس كابتن، احنا بنوضح حقائق للناس عشان الناس بيكون في لغط كتير يا كابتن رؤوف، اول مره تطلع معانا ففي كلام كتير ناس بتتكلمه على صفحات، وهنتكلم مع حضرتك على كل حاجه، لكن خلينا نوضح الحقائق قدام الناس. برضو مجلس اداره النادي الاهلي خد قرار بتنظيم اول بطوله دوليه باسم النادي الاهلي للجمباز، وهتقام في صالة الأمير عبد الله الفيصل، ودي الجديد. يعني المفروض الجمباز الأجهزة بتاعته موجودة في صالة الجمباز الخاصة في الصالة الجديدة. ايوه بالظبط مظبوط. ولكن البطولات عشان تعمل بطولة دولية وتجيب دول تشارك فيها لازم الصالة يبقى فيها مدرجات وليها مواصفات معينة. وتم الاتفاق والتنسيق مع الاتحاد المصري للجمباز باختيار ميعاد مناسب لإقامة هذه الدورة، وعلى أن تكون سنوية كل سنة. وتركيب الأجهزة أصبحت النهاردة بحاجات بسيطة، يعني بيبقى في خوف بالنسبة لأجهزة الجمباز لما بتثبت على الأرض. ودي صالة عبد الله فيصل خاصة بالألعاب الجماعية. تمام. بتبقى النهاردة خلاص يعني بقت في حاجات حديثة، بيبقى في إخرام في الأرض مش أكتر من يعني واحد بوصة أو حاجة زي كده، وبيركب فيها الأجهزة وبعد كده بتتفك وبينزل بعد كده بصمة عليها بتقفلها. فدي من ناحية. برضو في دراسة احنا عندنا مجمع السكواش يعتبر من المجمعات العالمية التي تحتوي على 8 ملاعب، يعني صح. مفخرة صراحة. فبالتالي صح. كل ده تحت نظر مجلس الإدارة بإذن الله. وفي القريب العاجل بإذن الله
يتم طرح يعني هذه الفكره. السكواش بالذات عندنا ابطال عالم، يعني زمان كان بيبقى في بطوله على سفح الهرم اكيد كلنا عاصرناها بتاعه كابتن ربيع حجازي، بطوله الاهرام الدوليه. اكيد عايزين محتاجين بطوله النادي الاهلي بالذات ان احنا لعبتنا تقدر تحسن الرانكينج بتاعها جوه بطوله زي النادي الاهلي يعني في يعني حسبان اكيد خلاص اكيد يعني ده وعد اكيد وعد وعد كابتن رؤوف عبد القادر الالعاب الفرديه بالنسبه لحضرتك ادت اللي عليها في 2018 ولا شايف من وجهه نظرك ان في قصور ونقدر نعدل ونحسن احسن في 2019؟ يعني زي ما قلت لحضرتك ان النتائج اللي اتحققت يعني مثلا لما نمسك العاب القوه لما الناس بتاخد جميع البطولات في منطقه القاهره جميع المراحل السنيه بما فيهم العمومي وتاخد بطوله الكاس وتاخد بطوله المنطقه يعني لو فرضنا في مثلا 14 بطوله كسبانين ذهب كلها من اولها لاخرها ما شاء الله. لما نيجي نبص زي ما حضرتك بتقول بالنسبه للاعداد للعيبه اللي ممكن تمثل مصر في المحافل الدوليه هنشوف مثلا مصطفى هشام الجمل كان في عمرو سعود وكان في اكتر من لاعب فيعني في هناك واعدين ونتائج في بطوله افريقيا مستمره. اذا العاب القوه ادي شرحناها. بالنسبه لتنس الطاوله برضو حضرتك بتستعرض النتائج بتاعتها جميع المراحل في القاهره وفي الجمهوريه ما عدا تحت 12 سنه في الجمهوريه مرحله واحده ما شاء الله كابتن طيب. اللهم الحسن نمسك الخشب عليك سامع ايه تاني بس يعني هي كلها هنبص في الحاجات بقى الجديده كابتن خالد يعني لسه من اربع ايام كويس لاول مره من 20 سنه الفريق الاول للرجال وسيدات التنس بيكسبوا بطوله مصر حصل يعني من 20 سنه لم تحدث اضافه جديده للنشاط الرياضي في النادي الاهلي بالظبط. فادي التنس. هنبص بالنسبه الغطس الغطس على مدار السنين الطويله عمر النادي الاهلي ما كان بيحرز الدرع العام وبطوله الدرجه الاولى تمام. تم احرازها برضه في الموسم 17 18 ما شاء الله يحسب هذا للجهاز الفني للعب تمام. بلاش خلي بالك الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها دي ممكن بتبقى بعض ملاحظه من جماهير المحبه للنادي الاهلي يقولوا مثلا ان مدير النشاط الرياضي بيتكلم على البالين المائي وبيتكلم على الووتر بولو معاك واخد بالك وسايب الالعاب الجماعيه لسه لسه كابتن ما بيتكلمش عليها في نص ساعه تانية العاب جماعيه كابتن في نص ساعه العاب جماعيه انا عايز اقول لك ايه اتفضل ان دي مسؤوليه طبعا. علينا بطاقه النهارده لما بنجيب مدرب اجنبي او مدربه للبليل المائي النهارده بطوله اللي هي الرسميه بتاعت نرمين فاضل بالنسبه للبليل المائي اول مره الاعمار بتاعت 10 سنين و8 سنين النادي الاهلي بيفوز بيها كان في بعض الانديه يعني هذه البطولات متخصصه فيها احنا ما بنكسبهاش يعني مثلا على سبيل المثال الغطس عندنا كابتن ماهر عبد السلام بالزبط. يعني سافرت البنت اولمبياد صحيح. وعندها واعده خلينا نقول ان الملف ده كابتن رؤوف بصراحه شديده 14 لعبه في النادي الاهلي حضرتك لازم تكون مسؤول عليها ما ينفعش تفرق بين اللعبه والثانيه فاحنا بس خلينا الامور واضحه الالعاب الفرديه اعتقد من وجهه نظري ان حياه اللي عليها ومحتاجين هي تقفل بطولات السنه زي بالظبط التنس طاوله ما عدا بطوله فاحنا بندور على البطوله اكيد هبدوش حق على اللي حصل لكن اكيد لازم نقول ان في بطوله ضاعت مننا عايزين نجيب البطوله دي لكن بصفه عامه اعتقد الالعاب الفرديه حققت المطلوب منها ده راي حضرتك؟ اعتقد كده اعتقد كده طيب لو هنريح بقى العاب جماعيه هنروح هنسيب العاب فرديه ونخش لحاجات كتيره فرد. بس في تهنئه من فريق اليد للسنه الجديده هنروح لتهنئه فريق اليد اللاعبي وجهاز الفني فريق اليد وترجعوا لنا مره ثانيه عشان نخش في الملفات الشائكه مع كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي. الحمد لله ريلاتيف للهاندبول يعني الحمد لله احنا 2018 خلصناها يعني كانت نهايه سعيده جدا لينا كلنا خدنا كل البطولات بتاعتنا الحمد لله وده برضو ان شاء الله هدفنا في 2019 ان شاء الله برضو ان احنا نحافظ يعني مش من السهل الوصول للقمه بس مش من السهل انك تحافظ عليها ان شاء الله طبعا دي حاجه احنا بنوعد النادي الاهلي بيها وجمهوره ان احنا ان شاء الله باذن الله
معنا كل البطولات ان شاء الله. يعني احب اقول لجمهور الاهلي كل سنه طيبين بمناسبه السنه الجديده، وان شاء الله يعني تبقى سنه كويسه علينا كلنا. اقول لهم كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله تكون سنه سعيده عليكم، وان شاء الله النادي الاهلي يعمل انجازات وتكون سبب فرحه ليهم. ان شاء الله احنا كمان ناخد بطولاتنا وبرضه نبقى سبب فرحه لجمهور الاهلي. البطولات اللي جايه ان شاء الله كلها نكسبها وتبقى سيزون سعيد علينا في النادي كله. ان شاء الله ناخد كل البطولات اللي جايه، ولو في افريقيا كمان نعمل حاجه كويسه فيها ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله 2019 تبقى سنه جديدة عليكم يعني، وكلها بطولات. ان احنا كسبنا البطولات كلها في النادي، وان شاء الله بقى في 2019 نكسب البطولات كلها ان شاء الله. يعني ربنا يكرمنا ونكون ابطال زي ما احنا يعني وعدنا النادي، ونكون عند حسن ظن النادي باذن الله. لا كل سنه وانتم طيبين، ان شاء الله تبقى سنه سعيده علينا وعلى جمهور النادي الاهلي ان شاء الله، ونحقق فيها كتير من البطولات، ونقدر نسعد جمهور النادي الاهلي ومجلس الاداره، ونعمل حاجه كويسه ونحقق الرباعيه السنه دي ان شاء الله. الحمد لله احنا ربنا كرمنا السنه اللي فاتت ببطوله الدوري وبطوله افريقيا ابطال الكؤوس، وان شاء الله في 2019 عندنا بطوله الدوري وبطوله السوبر في الدوري او بطوله النخبه، وعندنا بطوله السوبر الافريقي، بطوله افريقيا الابطال الكؤوس. ان شاء الله ربنا يكرمنا في كل البطولات دي. بطوله كاس مصر عندنا 5 بطولات ان شاء الله، هتبتدي من 7 فبراير، نخلص ان شاء الله الموسم في 25/5 بامر الله. بامر الله نحاول نحصد كل البطولات عشان نسعد كل جماهير النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي ان شاء الله. الحمد لله السنه اللي فاتت زي ما كان فيها اخفاقات، لكن كان فيها برضو انجازات كويسه الحمد لله. احنا بطل الدوري السنه اللي كانت الرابعه التوالي، وحققنا بطوله ابطال الكاس، وكان وبطوله السوبر الافريقي، بطوله افريقيا. فالحمد لله كانت سنه كويسه الحمد لله علينا. نتمنى ان شاء الله تبقى السنه الجايه 2019 افضل بكتير ان شاء الله. الحمد لله السنه دي خدنا بطوله افريقيا في 2018، يعني كسبنا الدوري. في بطولات ربنا ما وفقناش فيها، بس السنه الجايه ان شاء الله تكون احسن بكتير ان شاء الله. الحمد لله السنه اللي فاتت كانت سنه كويسه، خسرنا فيها وكسبنا، انما النتيجه النهائيه ان احنا محصل البطولات اللي احنا خدناها كان اكتر من اللي احنا خسرناه. ان شاء الله نتعلم من الحاجات اللي كانت فيها، والسنه الجايه ان شاء الله عندنا ماتشات وبطولات مهمه كتير، نحضر لها كويس ونستفيد من اخطاء السنه اللي فاتت باذن الله. حابب طبعا اقول للجمهور كله هم طيبين، وان شاء الله تبقى سنه سعيده عليهم، ويقدروا يحققوا اللي هم حققوه السنه اللي فاتت، وان شاء الله على مستوى فريق كره اليد ان شاء الله نعرف نكسب كل حاجه، وسواء خسرنا او زعلناهم لا ان شاء الله الفتره الجايه نقدر نكسب، وان شاء الله نعمل كل نفسهم فيه. حابب اقول كل سنه طيبين. طبعا احنا كان في كذا حاجه حصلت كده مش كويسه ما بسطتش الجمهور، فاحنا ان شاء الله باذن الله بنوعدهم ان الفتره اللي جايه دي باذن الله هتبقى فتره النادي الاهلي، باذن الله الوحش كله خلاص خلص ان شاء الله، اللي جاي ده كله كويس، وان شاء الله بالنسبه للسنه الجديده هنديلهم باذن الله باذن الله البطولات اللي جايه كلها ان شاء الله. 2018 بطوله افريقيا اللي كانت في النادي الاهلي هنا طبعا، اللي كانت من اهم البطولات، بطوله الدوري طبعا العام، واتمنى في 2019 برضو حق سوبر وافريقيا والدوري ان شاء الله باذن الله. احنا كسبنا بطولتين، وان احنا نستمر ان احنا نكسب، وان شاء الله يعني 2019 يبقى كل البطولات، ونكسب السوبر ونلعب كاس عالم انديه ان شاء الله بعد كده. كل سنه وانتم طيبين، وسنه هتبقى سعيده علينا ان شاء الله وعليكم، وباذن الله نوعد ان احنا نتحسن ونحقق بطولات اكتر السنه دي باذن الله، وان شاء الله ننافس على كل البطولات بقوه. شفنا تقرير عن كرة اليد وهم بيباركوا السنة الجديدة، كل اللعيبة حاسة ان فيها شوية قصور او حاسة ان في خسارة حصلت، وبيوعدوا كل جماهير النادي الاهلي بالسنة الجديدة ان شاء الله يا رب تكون سنة خير عليهم. كابتن رؤوف هنخش على الملفات الشائكة وهي الثلاث العاب الجماعية، والالعاب الجماعية بالنسبة للنشاط الرياضي اعتقد هي المراية الاساسية للرياضة في النادي الاهلي بعد كرة القدم. يعني بس قبل ما اخش في الملف يعني في حاجه عايز اضيفها. اتفضل. بالنسبه للالعاب الفرديه النهارده انشاء صاله كامله جديده للكاراتيه في اهل الجزيره. حلو. هتفتتح خلال شهر يناير، تم الانتهاء منها ما شاء الله، وتم استيراد البساط بتاع الارضيه. استيراد اه كل حاجه رقم واحد ما شاء الله عليك. وهي شغاله البنى فيها
على طول تمت الاجراءات بتاعه الشراء بالنسبه للبساط. ايضا تم تكييف الصاله بتاعه الكاراتيه اللي موجوده اصلا في مدينه نصر. بصراحه كانت حر قوي يعني انا بقول لك بصراحه يعني اللي انا عايز اقوله ايه، مثلا لو دخلت في العاب الماء جميع الحبال اللي موجوده في حمام السباحه سواء مدينه نصر او في الجزيره تم تغييرها بالكامل، بقى لها سنين طويله ما اتغيرتش. الاجوال بتاعه الووتر بولو كلها تم تغييرها، البوردات بتاعه الغطس بقى لها سنين طويله ما اتغيرتش تم تغييرها، وكلها خلي بالك استيراد من المصدر من الماركات العالميه المعتمده في الاولمبياد. اخر حاجه البورد او بتاع السكور اللي هو بتاع الالعاب الماء بتاع الووتر بولو السكور بورد سكور بورد برضو يمكن احسن شاشه موجوده مثلا في الشرق الاوسط. اذا اللي احنا عايزين نقوله يعني دعم كامل من مجلس الاداره للالعاب الفرديه، ونبتدي بقى نخش على الالعاب لازم نقول كلمه حق. الالعاب الفرديه اللي كابتن روفي بيتكلم عليها مع احترامنا لكل الجماهير هي حاجه مهمه جدا بالنسبه لاعضاء النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، ولازم اللي هو بيحصل ده بيحصل حاجه كويسه جدا عشان نبدا نوصل للبطوله. لازم يكون كله عندنا كل اللي كابتن روفي عبد القادر قاله في الالعاب الفرديه. كابتن روفي عبد القادر ثلاث ملفات، سله طايره يد، حضرتك اختار واحنا نبدا. تبدا باي واحد؟ باليد. باليد تمام، دخلنا في اكبر مشكله في الحياه. فريق الهاندبول حقق نجاحات، والجماهير كلها شايفه ان هو يقدر يحقق اكتر، بس حققوا نجاحات وحققوا اخفاقات. خسرنا سوبر على ارضنا السنه اللي فاتت شهر 5، وكسرنا بطوله افريقيا، ورجعوا خسرنا تاني بطوله افريقيا. في شد وجذب كتير في الهاندبول بصفه عامه كده. كابتن اوف عبد القادر راضي على كره اليد في النادي الاهلي ولا لا؟ هو يعني انا اخترت اول حاجه كره اليد لا يفتى ملك في المدينه. احنا كابتن خالد العوضي انا هنا بسال بس يا كابتن حضرتك اللي بتجاوب. انا وانا بتكلم ممكن حضرتك انك انت تصحح لي اي حاجه بقولها لو حضرتك يعني شايفها. اولا الفريق لاعبين وجهاز كويس، اي فريق في الدنيا النهارده مجموعه اللاعبين اللي موجوده داخل النادي الاهلي المنتخب اللي احنا واحنا قاعدين بنتكلم النهارده اللي موجود وسافر اللي هيشارك خلاص بعد اسبوع من النهارده 10 ايام كاس العالم في كاس العالم. لما هنيجي نبص التشكيل الاساسي بتاعه من 17 لاعب هتستبعد الثلاثه المحترفين كريم كاتونجا وسند وممدوح هاشم وفي علي زيد برضه النادي الاهلي وعلي زيد لما هناخدهم هيبقى ادي اربعه. اذا من ال 17 ل 13 لما يبقى من 13 سبعه من النادي الاهلي وهتيجي تبص تلاقيهم متوزعين على المراكز ابتداء من حراسه المرمى من عصام الطيار كويس. للمصري في الدفاع لاثنين الهافات سواء اسلام او احمد خيري الاخر صفقه باذن الله في شهر يناير بنأيدها باسم النادي الاهلي الى جانب فيصل وحجاج في الباك ليت وهتبص في الاخر حاجه بالنسبه للوينج بالنسبه للبكار كويس. اذا مجموعه اللعيبه الحمد لله اللي موجوده عندك لعيبه دوليه بالاضافه مش كده وبس، مجموعه اللعيبه اللي موجوده داخل النادي مثلا واحد زي محمد ابراهيم يعني كبير بصراحه يعني لعيب كبير ووجوده في مركزه يعني تقل كبير دي حقيقه. انا مش عايز انسى هادي رفعت مثلا كحارس مرمى حارس دولي سابق او كله محمود فايز نعيم كوينج رايت. اذا انت عندك اسماء لامعه موجوده فاذا ده بالاضافه ليوسف اللعيب التونسي اللي تم التعاقد معاه في بدايه هذا الموسم. يعني اللي انا عايز اقول مجموعه اللعيبه قدره باذن الله بمزيد من التركيز، واذا كان في بعض الثغرات او اي حاجه ان احنا نشوفها كنادي اعتقد ان هي قادره باذن الله ان حيانا ربنا ان هي بتعمل النتائج اللي بترضي عشاق النادي الاهلي. النادي الاهلي يعني على طول معروف ان المركز الاول هو الذي يرضيه، ولكن انا عايز ارجع لك بالنسبه مثلا للسوبر اللي كان في مصر. مظبوط احنا كنا كسبانين فرق جونين لغايه اخر دقيقتين وفجاه بسبب
كوره باد لك حاول نحطها لوب لعب من اللعيبه جت في دماغ الحارس بتحصل بتحصل ارتدت التعادل في ثانيه واحده. برضه اعتقد ان الماتش الثاني اللي حضرتك برضه اشرت اليه اللي هي في البطوله الافريقيه الاخيره تعادل برضه قبل الاخر بعد ما كان الزمالك متقدم تم التعادل وكوره منفرده فص بريك وطالع بيها لا يعني من احسن اللعيبه بتوعنا والكوره مثلا سقطت من ايده عشان ترتد. اذا التوفيق وعدم التوفيق بيلعب دور كبير جدا اكيد في الرياضه عموما. ولكن زي ما بقول لحضرتك مجموعه اللعيبه اكيد اللي موجوده لعيبه متميزه وقادره على احراز البطولات والاحتفاظ بيها الى جانب ان احنا من النهارده في وجود المدرب الجديد ابتدينا نحضر نفسنا لكاس سوبر اللي هو هيبقى في شهر 4 في المغرب اللي جاي. مظبوط. بالاضافه للبطوله الكؤوس اللي هتبقى موجوده هناك. تمام. وابتدينا نركز ايه هي احتياجاتنا اللي احنا موجودين فيها. وانا الاجتماع اللي انا حضرته مع المدرب استقبلته اول مره امبارح بعد وصوله. طبعا الحمد لله عنده فكره كبيره عن النادي الاهلي لكن يعني الحوار كله كان ما يخرجش عن ان النادي الاهلي لا يقبل الا بالبطولات وخاصه ان كاس السوبر هو يعني الهدف الرئيسي الاول لينا. وقلت له يعني لازم بعد ما بتشوف الفرقه كويس كل حاجه لازم في اسرع وقت تقول لي احتياجاتك لان القوانين بتاعت الاتحاد الافريقي بتقول ان لو انا هلعب في شهر 4 بلعيب انا هستعين بيه محترف ولا حاجه مزبوط. لازم قبلها بشهرين في قائمه مبدئيه تنزل فيها الاسماء. فبالتالي لازم نحدد احتياجاتنا اللي حضرتك عايزها انت والجهاز المعاون طبعا معاه كابتن محمد عادل يعني من المدربين المبشرين ومن احسن مدربي مصر معاه جهاز فني قوي هيتموا التشاور مع بعض هنشوف ايه اللعيبه اللي هم عايزينها. وخلي بالك يا كابتن عوضي دي سياستي مع جميع الالعاب انا بقعد مع المدير الفني تمام وبساله بقول له انت حتى على اللعيبه اللي في مصر ده دي لعيبتك في بدايه الموسم انت في مراكز ايه اللي ناقصاك وعايز ايه وبلبي احتياجات كل مدير فني. تمام. دخلنا في مواضيع لائحه الاتحاد الافريقي. كابتن حماصه ما لعبش في بطوله افريقيا واسئله كتيره بتدور حوالين الحوار ده. كابتن حماصه كويس. كابتن حماصه دلوقتي يعني اللي انا حاضر اقوله في النهايه ان احنا لم نتخذ القرارات داخل النادي الاهلي ان هو يسافر مع الفريق الا بعد ثلاث حاجات. اتفضل. اول حاجه الاتحاد المصري لكره اليد اصدر له بطاقه انه اصبح لاعب في النادي الاهلي وفقا للاستغناء الصادر من نادي سموحه. كويس. نمره اثنين تم اصدار القرار الوزاري للسفر بموافقة الاتحاد المصري لكرة اليد واسمه حماصة موجود في هذا كويس القرار القرار كويس. نمرة ثلاثة القائمة النهائية اللي النادي هيلعب بيها في البطولة تم إضافة اسم حماصة وتم اعتمادها من الاتحاد المصري لكرة اليد. بعد وصولنا هناك تم حصول الفريق على بطاقة الخاصة بالاتحاد الافريقي ايضا. يعني كل الاتجاهات كانت بتقول ان الراجل هيلعب معاك ان الراجل هيلعب معاك. كويس. هنرجع للاصل يعني هي البيضة ولا الفرخ. كويس. زي ما اتفقنا وكنا بنتكلم دلوقتي بنقول ان القايمة المبدئية لازم تقدم قبل البطولة بشهرين. مظبوط. البطولة القايمة المفروض من 25 اسم. لما الجهاز الفني تقدم ب 22 اسم كويس وساب ثلاث اماكن فاضيه ساب قائمه مفتوحه تمام بحيث ان هو بعد كده ممكن ان هو يضيف استند لايه؟ استند في فقره بتقول ان على الفريق تقديم
القائمة المبدئية قبل يوم 18. تمام. وإذا لم يتم الفريق بتقديم هذه القائمة يتم سداد مبلغ 500 يورو. 500 يورو مظبوط غرام. مظبوط. إذا أنا ممكن إن أنا كانت القائمة دي كلها ما قدمهاش وإن أنا أجي قبل البطولة بأسبوع بعد ما أعمل كل حاجة كويس. هقدم القائمة وأدفع ل 500 يورو. تمام. فالتفسير الجهاز الفني والإداري للنادي قال ان انا سايب يبقى ده انا ممكن ان انا بضيف بدل القائمه لسه فيها اسماء. أيوة. يقدر يضيف كويس. وأدفع. كويس. ومن هنا جاء اللبس ولما راح طبعا الموضوع اتعرض على الاتحاد الافريقي وحصل يعني مش عايزين ايه نقود ان في جوابات طلعت من مصر وبتقول ان هذا القيد اللي حصل قبل كده ما كانش مظبوط فبالتالي استند الاتحاد الافريقي لهذا الخطاب ومنح حماصة من المشاركه في البطوله. عشان كده كابتن رفعت عبد العزيز بيقول ان اللي جاي شهرين حضرتك اللي معاك الموضوع. أيوة. بتاع اي قوائم اي حاجه تحصل بعد كده اكيد تدع الناس في مصر بتقول او جماهير النادي الاهلي بالاخص تدعيمات كابتن رفعت عبد القادر للنشاط لفريق اليد مش على ما يرام بسبب غياب صفقة يحيى الدرع أو بسبب غياب الصفقات والتعاقد مع الكابتن يوسف من تونس. تقول يعني المواضيع دي صراحة عايزك بقى تفتح قلبك كده إن أنا والله ما بتتكلمش كتير كابتن أوفا. أنا بتكلم صح حاجة ما بتتكلمش كتير بس في كلام كتير بيتقال لحضرتك وأنا عارف حضرتك يعني من الناس تعليم النادي الأهلي أنت ما بتتكلمش في الأماكن غير في الأماكن المقفولة ودي حاجة بتحرم فيك حضرتك جدا. اتفضل يا كابتن. هقول لك حاجه يعني انا لما بديت دلوقتي حالا دلوقتي بقول لك ايه بقول لك ان السياسه بتاعتنا ان انا بقعد مع المدير الفني. انت حضرتك قلت ان انا عندي 14 لاعب مظبوط انا لا يمكن هكون بفهم في ال 14 لاعب تمام ولكن هنرجع تاني للمبدا العام انه كل قائد في موقعه. النهارده في قمه فنيه موجوده تمام للجهاز انا بقعد معاه في بدايه الموسم بقول له اول حاجه انت احتياجاتك ايه هل الناس اللي موجودة معاك محتاج تدعيم عليها وإيه المراكز اللي انت محتاج فيها وموجودة فين ونتكلم في موضوع تاني هو مين اللعيب اللي فري يعني هو مش مهم يعني افترض ان انا عندي مركز ولكن مفيش لعيب عقده منتهي مع ناديه تمام هتبص تخش ان احنا ممكن نخش في صفقات بيع وشراء مع الاندية الاخرى فاحنا يعني ما بنتاخرش يعني لو فرضنا ان في تدعيمات في كره السله انا عملت ست احلهم تدعيمات خلينا يا فندم لا خلينا وفي الطايره برضو اللي هو طلب ليه لان الناس المديرين الفنيين طلبوا هذه التدعيمات كويس فبالتالي كل برضو اللي طلبوا الجهاز الفني احنا كاداره نشاط رياضي لبينا الطلبات هنتكلم على حاجه واحده بنتكلم على يحيى الدرع كويس لما نكون احنا بنتكلم سله وطايره ويد رجال وسيدات كويس ست فرق لما نيجي نتكلم في الست فرق دول ان كل اللعيبه بتاعتنا بتاعه النادي الاهلي تم التجديد ليها واخرها 7 لاعبين من فريق كره اليد في خلال الاسبوع اللي فات يعني كابتن رؤوف عبد القادر بيقول ان كل لعيبه النادي الاهلي في كل الالعاب الجماعيه الموجوده على ارض الملعب تجديد ومتجدده لفترات عشان بس ايه انت عارف ده اكيد للالعاب الجماعيه رجال وسيدات انتهى الموضوع وكلهم ما عندناش ولا لعيب كويس. حتى يعني اللعيبه اللي هتنتهي عقودها بنهايه هذا الموسم تم التجديد ليها ما استنيناش لغايه ما شاء الله كده الموسم ما يخلص هي دي حاجه كويسه فليجي لما نيجي نتكلم يعني حتى اللعيبه اللي احنا عايزينها من الانديه الاخرى تم الحصول سواء على الاستغناءات او ضمها اكيد يعني يحيى الدرع كنا نتمنى ان هو يبقى موجود معانا وحصلت مفاوضات معاه وكل حاجه ولكن يعني احنا بنحترم رغبته ان في اخر لحظه قرر اتجاه اخر بس هل يعني ان لاعب واحد يمحي
حوالي 21 لعيب اللي تم سواء التجديد ليهم او اللي هم اتأيدوا سواء في الكره الطايره او في السله اكيد لا يمحو. بس هاخد من الحته دي بالذات اللي انا عارفه في الموضوع ده وبكلم حاجه بصراحه، ان الصفقه كانت صفقه غاليه سعرها عالي. اسعار اللعيبه رايحه لفين؟ الالعاب الجماعيه. والله اسعار اللعيبه رايحه للسوق. للسوق يعني انت اي حاجه طالما دخلت في الاحتراف اللي بيحدده هو السوق. في الانديه المنافسه اللي موجوده في اول حاجه بتشوف اللعيبه بتاعتك كلها ايه العقود الحاليه وممتده لقد ايه وتشوف قيمتها قد ايه، بتشوف اللعيبه المماثله للاعيبتك اللي موجوده في الانديه المنافسه، ولكن انت قدرك كنادي اهلي انك انت بتنافس في جميع الالعاب. هي دي حقيقه ان انت عندك ابطال من كل الالعاب وعايز تديهم كلهم فلوس او تديهم كلهم حقهم بمعنى صح. ولكن الموضوع في الالعاب الجماعيه ممكن نتكلم مثلا في الباسكت. الباسكت بينافس فيه مثلا الاتحاد السكندري بصفه اساسيه والجزيره وممكن سبورتنج وسموحه. بنتكلم النهارده هم بالنسبه لهم يعني الاتحاد السكندري بيركز في السله يمكن اكتر من كره القدم كمان. دي حقيقه. وبيركز في كره القدم واللعبه الشعبيه الاولى عنده في اسكندريه اللي هي كره السله. تمام. اذا انت بتتنافس مع هذه الانديه بتتكلم في سعر لاعبين. فبالتالي انت علشان تعد فريق قادر على المنافسه لازم هتوصل لسعر السوق. هتبص في مثلا الكره الطايره او كره اليد، هنتكلم في الطايره بتلاقي برضو في فريق الزمالك، في فريق سموحه، في طلائع الجيش، في كذا نادي. لما تيجي تبص مثلا ممكن طلائع الجيش بينافسك في الكره الطايره، يعني دي اللعبه الاساسيه بتاعته بالنسبه له. فبالنسبه له ممكن يدي دعم جامد. هتبص مثلا سموحه بيركز على بعض الالعاب، هتيجي مثلا في اليد يعني نفس الطريقه. فالمشكله ان احنا يعني عندنا بتتنافس مع انديه في كل نادي مع لعبه واحده. بالظبط. لكن انت معاك 14 لعبه. انا معايا 14 لعبه. الاسعار رايحه لفين؟ يعني انا السؤال كده واضح. ايوه. كسرنا 3.4 مليون خلاص؟ ولا في اللعيب ولا لسه بنتكلم في الارقام تحت؟ لا يعني هو في بعض اللاعبين طبعا دول اللي هم بيبقى مميزين او بنسميها سوبر مميز، دول في حد ذاتهم يعني لو واحد لاعب او اثنين لعيبه لان ده سعره، لكن بقيه اللعيبه ما زالت يعني تحت كده، تحت السقف ده بكتير يعني. تحت السقف ده بكتير. اه. طيب لو سالتك السؤال وحضرتك عايز ترد رد، مش عايز، مين اغلى صفقه في النادي الاهلي؟ مين ايه؟ اغلى صفقه في النادي الاهلي في اللعيبه كلها. لو عايز ترد انا موافق. يعني احنا بنحتفظ بالحاجات دي معلش. تمام توكلنا على الله. خلينا نتكلم على الهاندبول وهنكمل. بص خلي بالك احنا قدامنا 10 دقايق اتكلمنا عليها بحر. قاعدين 10 ساعات معاك. مين اختار المدير الفني الجديد؟ هو الحقيقه السياسه العامه داخل النادي الاهلي ان بتبقى اداره النشاط الرياضي هي المنوطه والمسؤوله عن جميع التعاقدات. تمام. ولكن طبعا يعني ما نقدرش ننكر ان في عناصر داخل مجلس الاداره او داخل النادي ان هي مساعده لها باع طويل في كره اليد، بيتم طبعا الاستعانه بها. يعني ممكن احنا بنحضر الاوراق والسيفيهات والحاجات، ولكن الاختيار بيتم طبعا بالمشوره مع الناس اللي زي ما بقول لحضرتك ليها باع يعني في كره اليد. طيب وجود كابتن عمر شوقي مدير نشاط رياضي مدينه نصر حضرتك خليته رئيس جهاز كره اليد في النادي الاهلي، هيتعامل مع الموقف اثنين منصب ولا منصب واحد؟ منصب واحد. وهو الرئيس، رئيس جهاز كره اليد. وهنعوض حضرتك هتعوض مكانه واحد في مدينه نصر باذن الله. مظبوط. اه. كابتن رؤوف عبد القادر بيوعد جمهور النادي الاهلي في بطوله السوبر اللي جايه فول سبورت لكره اليد، عشان هم الجماهير كلها نفسها املها ان الاهلي يكسب بطوله السوبر اللي جاي. في تدعيمات جايه تاني ولا لسه حسب رؤيه المدير الفني؟ يعني يمكن انا لما جيت قبل كده في 2009
قلت ان انا مش هحس ان انا عملت حاجه في النشاط الرياضي الا لما نكسب بطوله الدوري بتاع كره السله اللي كانت غايبه لمده 12 سنه عن النادي الاهلي. دي حقيقه. والحمد لله ربنا كرمنا كان المدرب كابتن اشرف توفيق وقدرنا نحرز البطوله. هي. انا اعتقادي يعني او الهدف الرئيسي بتاعي كويس. لان ان احنا كنا قاب قوسين او ادنى من الفوز بكاس السوبر واللي الجماهير لازم تعرفه يعني انا حزني بيبقى شديد عشان هم بيبقى زعلانين ان الخساره دي يعني بتخلي جماهير النادي الاهلي اللي احنا بنعمل كل اللي احنا بنعمله ده عشان اسعادها ان احنا بنتسبب في نوع من الحزن ليها فيمكن البطولات كلها غاليه عليا وخاصة ان احنا في صدى التنظيم لتاني مرة على التوالي بطولة الطايرة قالوا عشان حاجة بتاع طايرة كابتن انا عندي اسئلة سريعة لاني معيش انا اسف والله معاك الهندبول بنات ماشي في اطار كتير قوي كسبانين خسروا ماتش من نادي المعادي الجماهير اتضايقت منه او كانت مفاجأة بالنسبة لي انا شخصيا ان هو يخسر من المعادي حضرتك ما حصلش يعني ما اتضايقتش يعني ما يعني مش متضايقتش يعني ما حسيتش ان الخساره دي ممكن تودينا في حته تانية ولا الهاندبول بنات ماشي في اطار كويس؟ لما هتيجي نبص نفس الخساره دي بعديها بست ايام لعبنا نفس الفريق على صاله النادي الاهلي بس في بطوله منطقه القاهره دي اوف وانتهت المباراه اعتقد بفارق معاش كبير فوق 20 جول 22 جول حاجه كده اهو اذا اليوم ده كان دي اوف زي ما انت قلت ولكن فايز. احنا فين النهارده؟ تمام احنا متصدرين يعني مزبوط. انا كنت معاهم في صاله نادي الشمس اول امبارح كويس المفروض ان نادي الشمس هو المنافس ان كنا في نفس المركز بنفس النقاط بعد فوزنا عليه الحمد لله احنا متصدرين الدور الاول وهنبتدي الدور الثاني والتصدر لمنطقه القاهره في ظل اعتزال حفنا من اللاعبين اللاعبات والنهارده كل اللي في الملعب مواليد 1998 باستثناء لاعيبه او اثنين يعني انا احنا جددنا الفريق وعملنا فريق للمستقبل ومحافظ برضو على بطولاتك يعني كابتن رؤوف عبد القادر سبورت لعقود اللاعبات واول سنه في تاريخ النادي الاهلي لعيبة كرة اليد بنات تاخد عقود معقود مظبوط؟ حقيقي اتفضل حقيقي وال ده الإضافة برضو لكرة السلة ده هيجي ناتج للائحة أو القواعد العامة المنظمة العامة للنشاط الرياضي إن احنا هي الاتحادات احنا سبقنا خطوة يعني مجرد احنا ما عملنا العقود بتاعت كرة السلة سيدات على طول الاتحاد المصري لكرة السلة لانها باعت جواب بيقول ان ابتداء من الموسم اللي جاي هيبقى في عقود احترافيه بالنسبه للاعبات برضو بالنسبه لكره اليد تملي لما يبقى انت عندك في بيتك ولادك مزبوط. ما ينفعش انك انت تفرق ما بين ولادك النهارده في بنات كره الطايره ليها عقود وكره السله ليها عقود فتم فعلا عمل العقود لاول مره لكل لاعبات كره اليد كده كره اليد اتقفل الباب هنروح لعبه حضرتك سريعا لان الوقت ايه عاملوا لي خلي بالك بعدين انا همد الوقت ان شاء الله باذن الله كره الطايره هنتكلم على السيدات وانجازات اربع بطولات مقفوله للسنه مظبوط بالظبط يعني الفول مارك بالظبط حصل السنه دي في الاول جددنا الايه الشامي وفريده العسقلاني تمام مظبوط تمام بس عندنا اتنين لعيبه ساره امين ودعاء محمد عايزين نعرف ايه اللي حصل معاهم ساره امين ودعاء محمد يمكن سارة أمين برضو حضرتك كنت يعني وإحنا بنتكلم أنا كنت في زيارة وبننهي الإجراءات بتاعتها ما شاء الله في غضون أيام سارة أمين في النادي الأهلي في غضون أيام بإذن الله يعني بإذن الله تمام أما بالنسبة لدعاء فرؤية الجهاز الفني إنه يعني في نوع من الاصابه تاكد ان هي في نوع من الاصابه والاصابه قد تطول فالجهاز الفني فضل تاجيل التعاقد معها لحين التاكد من السلام طبعا ا ب لما تيجي تتعاقد مع لعيب بتقول يعني بعد الكشف الطبي عليه مظبوط فالنهارده بيدفع يكفي ان انا اقول لحضرتك رسم الانتقال في الاتحاد الكره الطايره بالنسبه للعيبه الدوليه 300,000 جنيه الهاندبول كام
لا انا يا ريت انا ما قلت لك بقى عشان كره اليد. طيب شايف ان كره الطايره سيدات ادت اللي عليها وماشيه في الطريق المظبوط؟ اكيد اكيد. عشان دي لعبه حضرتك ولا عشان حضرتك مدير الانتخابات؟ لا اكيد. هو انا هقول لحضرتك حاجه. اتفضل. لو في حد من الباحثين يعني خد الخيط بتاع الكره الطايره سيدات في النادي الاهلي اعتقد وراسل الموسوعه بتاعه جينيس اعتقد ان هيبقى لينا نصيب، لان 33 سنه على التوالي بطوله دوري وكاس و18 بطوله افريقيه اللهم و8 بطوله عربيه. تمام. اعتقد ان هذا الفريق يعني يحقق حتى فرق الناشئين بتاعته الحمد لله، يمكن بس بطوله راحت مننا اللي هي 14 سنه لكن بقيه الفرق الحمد لله كسبت بطوله المنطقه لغايه دلوقتي. ولكن اللي انا بقوله احنا بننظم البطوله باذن الله اللي جايه دي على ارضنا. نتمنى من الفريق المحافظ على بطوله افريقيا الاحرزها السنه اللي فاتت. وانا اعتقد على الصعيد المحلي دي وجهه نظري الشخصيه يعني ان اعتقد لا محل للمنافسه مع فريق النادي الاهلي. ما شاء الله تجربه يسرى عبد الكريم وساره طلعت. كابتن رؤوف عبد القادر كان بيسبورت التجربه دي لكن ما شفناهاش في كل الفرق. ليه؟ الحقيقه التجربه دي اسعدتني جدا. دول بناتك. بالظبط كده. فالنهارده مش انا اللي بتكلم، اللي بيتكلموا هم اولياء امور اللاعبين نفسهم. تمام. بحس بحاجه يعني كبيره جدا واللي نفسي عممها. ليه؟ وهنقول برضو في كره اليد اوشين برضو عامله شغل كويس جدا. بس انا بتكلم على اثنين كباتن مميزات، كباتن مصر وكباتن النادي الاهلي وماسكين فرقه 8 سنين في النادي الاهلي، وكنت اعتقد دي اول مره في النادي الاهلي اثنين مدربين على مستوى عالي كلاعبات يمسكوا فرقه صغيره. ده صح؟ اكيد طبعا. ودي كانت فكره، انا عارف ان الفكره دي فكره حضرتك. وبتمنى ان هي ان انا بعممها. واحنا خلي بالك في مبدا ان احنا بنعمله النهارده لما بندور على مدرب علشان فرقه معينه. اول حاجه لازم نوصلها ان هو هل اولاد النادي الاهلي موجودين عشان نتولوا المسؤوليه ولا لا. لو ما لقيناش حد من اولاد النادي الاهلي بنبتدي نتجه من بره النادي. فما بالك دول يعني ليهم باع طويل في الكره الطايره. فاعتقد ان التجربه بتاعتها يعني اتمنى ان هي في الموسم الجديد ان احنا نتوسع ونطبقها. كابتن رؤوف عبد القادر بيقول ان السنه الجديده 8 سنين و10 سنين ان شاء الله معاهم اثنين مدربين عشان دول امل النادي الاهلي في اي لعبه جماعيه. على فكره احنا خدنا قرار مجلس اداره طبيعي بالموضوع ونزلناه في اللائحه. هايل. ان الفرقه اللي بيزيد عددها عن 20 لاعب او لاعبه ممكن يبقى مدرب اخر مع مدرب الفريق، لان بيبقى صعب ان هو يركز مع العدد الكبير ده. كره الطايره يا رجال. تمام. تدعمات الكره الطايره يا رجال من وجهه نظر كابتن رؤوف عبد القادر دعمت الفرقه باللي كان كابتن محمد مصطفى عايزه ولا كان ناقص تدعمات ثانيه؟ نفس الطريقه اللي انا بنتبعها ان احنا قعدنا. هو الحمد لله لما تيجي تبص برضو الموسم اللي انتهى الفريق بدون تدعيمات والحمد لله فاز بالبطولات الثلاثه ما شاء الله اللي شارك فيها. التدعيمات اللي حصلت مش اكتر من عوده اولاد النادي. الطيور المهاجره رجعت لناديها تاني من اول وجديد. ف يعني هو مش مشكله في الكم. المهم الكيف. في بعض الاصابات اللي حصلت داخل الفريق احمد قض والحمد لله ببشر جماهير النادي الاهلي. يمكن اول تدريبه طبعا هو عمل عمليه الرباط الصليبي في شهر 3 اللي فات. النهارده يمكن اول يوم او امبارح بالتحديد ابتدى ينزل التدريب. في الاصابه بتاعت محمد عبد المنعم برضو. الاثنين دول من العناصر المهمه جدا داخل الفريق. فانا اعتقد ان التدعيمات بالاضافه يعني لسيرجي اللعيب المحترف الروسي اعتقد ان التدعيمات كافيه. محمود رؤوف حصل حوار كتير عليه وانا هقولها بصراحه، عايزين نتكلم بصفه عامه. دائما وابدا ولاد الكباتن او ولاد المدربين او ولاد ناس في النادي بتشتغل بيبقى عليهم كلام دائما وابدا. ليه بنحط او الناس ليه دايما بتعمل سبوت على الناس دي؟ اشمعنى؟ يعني هو انا تقول لحضرتك يعني النقطه دي يعني صعب الواحد يتكلم فيها. يعني انا هتكلم
هل محمود رؤوف لعيب محتاج ان يحصل تبرير هو بيرجع النادي الاهلي ليه؟ محمود رؤوف فائز باحسن لاعب في افريقيا دي حقيقة. في البطوله اللي اتلعبت في النادي الاهلي دي حقيقة. محمود رؤوف عضو في المنتخب القومي لاعب اكتر من ليه دايما ولاد المدربين 50 مباراه دوليه. انا كابتن رؤوف انا بكلمك عاوز صراحه جاي اسم محمود رؤوف اتذكر عشان حضرتك موجود لكن دايما الناس بتضرب سبوت على اولاد المدربين اعضاء النادي او اولياء الامور دايما بتتكلم على ده ابن كابتن فلان او ابن كابتن فلان بتتعامل ازاي مع القضيه دي. وفعلا انا بلف كتير في ملاعب النادي. انا شخصيا تعاملت في هذا الموضوع في بدايه الموسم. اتفضل. طلبت من اداره النادي ومن المدير الفني بتاع الفريق لان كمان لا لو اتكلمت على محمود رؤوف هتتكلم على ابراهيم الجمال. بالظبط. ابراهيم الجمال المفروض متجوز ميرال بنتي. لا بص يا كابتن انا يعني اكيد بص انا بكلمك دلوقتي عايزين نضرب سبوت على حته ايه؟ لو خالد العودي ليه بنت او ابن بيلعب في النادي. لو كابتن حمدي الصافي، لو كابتن يسرى عبد الكريم، ايا كان كابتن طارق خيري وكابتن مؤمن وابن مؤمن اللي يعني انا وجهه نظري لما شفت المباراه حاجه فوق الرائعه. ليه دايما ولاد اللعيبه الكباتن بحس ان هم بيجوا عليهم شويه الناس؟ يعني ده امر طبيعي ان الناس بتتشكك دايما ان ممكن يبقى فيه شبهه مجامله او اي حاجه. فبالتالي مفيش حاجه من اولاد المدربين الا ان هم يثبتوا في تدريباتهم وفي مبارياتهم ان هم عكس الكلام اللي هو بيتقال وان هم فعلا جديرين ان هم يمثلوا النادي الاهلي. انا هقول كلمه، كل الكباتن اللي اتقال اسمها النهارده اذا كان محمود رؤوف اذا كان ابراهيم الجمال اذا كان اسم اي ابن لاعب ابن طارق خيري ابن اي حد، صدقوني الملعب بيحكم على اي لعيب، الملعب متواجد علشان اللعيب يؤدي دوره. صدقوني لو اي مسؤول في النادي الاهلي شايف ان ابنه مش متواجد في هذا المكان هو مش بيطلبها، لكن المدير الفني هو اللي بيطلبها. ولازم كلمه حق وشهاده حق، ما فيش مدير فني ولا مدرب يقدر يجامل في لعيب ان المدير الفني مطالب بالنتيجه في اخر الموسم. كابتن رؤوف كده بالنسبه لي استضافه بطوله افريقيا بيقول لي خلص خلي بالك في الهواء، بس انا مش قادر اخلص بصراحه لسه قدامي السله هناخدها سريعا، لكن استضافه بطوله افريقيا كل الاجراءات انتهت وان شاء الله بطوله افريقيا للسيدات والرجال متواجده في النادي الاهلي ككره طايره. الحقيقه طبعا يعني حصلت مفاوضات واتصالات في خلال الشهر الاخير وانتهت الحمد لله بنجاح بتكليف رسمي من الاتحاد الافريقي والاتحاد المصري لكره الطايره باستضافه النادي الاهلي للبطولتين البنات من 14/3 ل 26/3 وبطوله الرجال من 30/3 لغايه 11/4 باذن الله. وابتدينا بالفعل هنبتدي الاجتماعات بتاعتها يعني 5 يناير او 6 يناير او الاجتماعات للتنظيم وباذن الله يعني اللي يخلي الاتحاد الافريقي يعيد اسناد هذه البطوله للنادي الاهلي اكيد التنظيم الجيد اللي كان موجود السنه اللي فاتت فنرجو ان احنا نحافظ على هذا التنظيم الجيد يعني. طيب كره السله البنات راضي عن ادائهم وخسروا بطوله عربيه، كسبوا 4 بطولات السنه اللي فاتت ما شاء الله، بس خسرنا البطوله العربيه قدام فريق قوي مدعم بلاعبين اجانب كثيرين جدا، الفريق اللبناني. تقول ايه؟ اكمل هم بقالهم 22 سنه ما شاركوش في البطوله العربيه. مظبوط. فاذا المشاركه بعد غياب 22 سنه وكان هناك تخوف كمان ان ممكن ما يحصلش احراز اي مراكز متقدمه، ولكن احنا مجلس اداره النادي فضلنا المشاركه. ليه؟ الفريق محقق الاربع بطولات في الموسم اللي انتهى 17/18 فبالتالي لازم يبتدي ياخد خطوه لقدام. والحقيقه يعني حتى يعني مسؤولين بتوع النادي الاهلي شاهدوا الفريق وهو بيلعب في البطوله العربيه وتم اشاده حتى من كابتن خطيب رئيس النادي على الروح اللي هم يعني لعبوا بيها. وكان في مباراه بتاعت السيمي فاينل بعد كان الخساره يعني حولوها الانتصار. فيعني انا بقول ان المركز الثاني احنا لسه بنقول ايه النادي الاهلي ما يعرفش الا المركز الاول تمام. لكن في بعض الاحيان اعتقد المركز الثاني ده انجاز بصراحه ادوا اللي عليهم وادوا اداء فوق الراقي والمستوى
بسبب غياب 22 سنه عن البطولات. الحمد لله. اخر حاجه سريعه جدا، كره السله، الناس متخايفه على كره السله الرجال بالنادي الاهلي، مع ان في ست تدعيمات من لاعبين، او خمس تدعيمات من اللاعبين، لكن الناس قلقانه على فرقه السله في النادي الاهلي. تقول ايه يا كابتن عوف؟ يعني هقول لحضرتك حاجه، النادي الاهلي مش هو لوحده اللي في الساحه بتاعت كره السله. اصعب دوري اعتقد. نعم، اصعب دوري بالظبط في الدوريات الجماعيه. بالظبط، يعني يمكن اليد او الطايره بيبقى في نادي منافس او ناديين او حاجه، لكن السله في حوالي ست انديه كلها بتنافسك. في زي ما انت عملت الست تدعيمات، في بعض الانديه عملت السته وسبع تدعيمات وبداتها من بدري قوي، من قبل احنا من مفكر في هذه التدعيمات، او من قبل ما نيجي يعني سواء المجلس او انا اتولى المسؤوليه. فبالتالي بالفعل يعني الدوري جوه الملعب في ناس كتير جدا شككت في الفريق. النهارده لما الفريق عشان يوصل للمباراه النهائيه كسب نادي الزمالك، كسب نادي سبورتنج، وكسب نادي الاتحاد. اذا اللي انا بقوله ان الفريق قادر على المنافسه. لعيب اجنبي جبناه، والاهم من ده كله احنا عينينا دلوقتي اصبحت على البطوله الافريقيه باذن الله، لان احنا خدنا المركز الاول في تصفيات المنطقه الخامسه، وابتدينا فيه الويندو اللي جاي هيتعمل يوم 12 القرعه بتاعته. احنا مقدمين ان احنا نستضيف هذه التصفيات. ابتدينا جبنا اللاعب الامريكي الثاني موجود دلوقتي بيتمرن معانا بسم كويس. الله ما شاء الله، مش عايز اقول لك يعني لعيب عالي قد ايه. هايل. ف دبل الاضافه ان من حقنا ان احنا ناخد لعيب افريقي اخر، ممكن يكون اللعيب ده من داخل مصر والاستعانة به. انا عايز اطمن الجماهير ان احنا عينينا كمان على بطوله افريقيا يعني، وباذن الله لو ربنا كرمنا ووصلنا للنهائيات برضه هنتقدم ان احنا ممكن ناخد النهائيات عندنا، وان احنا ننظمها او في اي مكان هتكون. ف احنا بنوعد جماهير النادي الاهلي هنكون منافسين اقوياء في كره السله، منافسين اقوياء. واليد بقى، اليد انت عارف اليد طبعا. اليد بقول لحضرتك يعني باذن الله احنا ربنا يكرمنا، والفريق موجود والدعم هيبقى موجود. تمام، وربنا يكرم باذن الله. كابتن رؤوف، يا ريت نكون فتحنا كل الملفات، ويا ريت كل اسئلتنا اللي احنا سالناها ما تكونش فيها اي اسئله تكون يعني حصل فيها اي، اعتقد حضرتك بينت كل حاجه لينا. نورتنا وشرفتنا كابتن خالد، انا بشكرك في نهايه العام، وبقول لك عام سعيد وكل سنه وانتم طيبين. قناه الاهلي اللي مشرفانا في ثوبها الجديد، بقول لهم عام سعيد وتقدم في العام الجديد، وبدعي من ربنا يا رب باذن الله للنادي الاهلي التقدم في السنه الجديده، ويكون سنه وشها حلو عن النادي الاهلي في كره القدم وفي جميع الالعاب بإذن علشان الله. نهديها لجماهير النادي الاهلي اللي هي اهم حاجه عندنا باذن الله. بنشكركم، اعتقد فتحنا كل الاسئله وجاوبنا، كابتن رؤوف جاوب على كل حاجه، لكن برضو على حوار قريب مع كابتن رؤوف، واستنوها بكره مع اسره جديده والاهلي ليله من 7 ل 10. شكرا والى اللقاء.